صلنا لي chapter 9 الفصل التاسع ونشوف ايه اهم الافكار اللي عندنا. If you were Bib, لو انت مكان Bib, would you be ashamed, هل كنت تبقى خجلان؟ If you were Bib, هل كنت تبقى خجلان to know and تعرف that Magwitch was your benefactor, لو انت كنت مكان Bib هل كنت تشعر بالخجل لمعرفة بان Magwitch هو الراعي او المحسن؟ ممكن اقول yes وممكن اقول no. لو قلت yes هقول yes because he was a criminal, لانه كان مجرم. The money, المال, he gave me, الفلوس اللي ادهاني must be illegal, اكيد غير قانونية او شرعية. ممكن اقول no, I wouldn't be ashamed, مش هكون خجلان of him. Magwitch was not a criminal by nature. ايه ده؟ Magwitch لما حكى قصته لبيب قال لبيب انه ما كنتش انا مجرم بطبيعتي, ده انا كنت عايش حياة صعبة جدا, وحياة يعني كان يتيم وهو صغير, وكان عليه يعني اضطر ان هو يسرق احيانا ويتسول لكي يأكل ولكي يعيش. فبيب تعاطف معاه. He was kind to Bib, كان كمان هو طيب مع بيب. And acted as a second father to him, كان معاه زي كوالد او والده الثاني. Question number 2 بيقول should Bib have told the police that the convict had returned from Australia, why? هل كان يجب على بيب ان يخبر الشرطة بعودة السجين من استراليا ولماذا؟ نو نو نو, ما كانش المفروض ينفع, لانه السجين ده هو اصلا اللي ساعد بيب. هقول نو, هي shouldn't do that, كان لا يجب ان يفعل ذلك. The convict helped him, السجين ساعده to become, أن يصبح gentleman. Bib felt indebted to him, شعر بيب أنه مدينا له. Question number 3, السؤال الثالث بيقول do you think, هل تعتقد أن the convict المدان أو المتهم اللي هو Magwitch sympathize, تعاطف with Bib because of his poor childhood, why? هل تعتقد أن السجين تعاطف مع بيب بسبب طفولته الفقيرة ولماذا؟ قال أنه كان فيه قاسم مشترك بين الاثنين, ان هم اثنين تربوا بنفس في نفس البيئه وبنفس الطريقه. Yes, I think so. He sympathized with Bib because Bib suffered just like him. صح, زي ما قلنا كده انه بيب عانى بالظبط زي ما عانى Magwitch وهو صغير. هنا as an orphan, كيتيم. When Magwitch was a child, لما Magwitch كان طفلا, he stole and begged to survive. كان عندما كان Magwitch طفلا سرق وتسول للبقاء على قيد الحياه. Question number 4, شوف السؤال الرابع بيقول ايه. السؤال الرابع عندي هنا بيقول as he had been so good to me, بما انه كان هو كويس معايا. I felt, انا شعرت as he had been good so good to me, I felt, شعرت انه it was my duty, انه واجبي to help him escape, انني اساعده على الهرب. مين اللي بيتكلم ده؟ ده اكيد ده بيب. بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن Magwitch اللي هو السيكريت بينيفاكتور بتاعه, المتبرع اللي هو خلاه جنتلمان, رجل مرموق اللي اعطاه مال كتير. السؤال بقى بيقول ايه ده كاتره؟ سيد بيب, قال بيب, الكلام ده بيقوله بيب. طيب بالنسبه لك انت, بيقول لك دو يو ثينك, هل تعتقد, او دو يو اجري, هل تتفق وذ بيبس اوبينيون, مع راي بيب, واي؟ يعني هل تتفق مع راي بيب ان هو عليه مسؤوليه او واجب ان هو يساعد Magwitch ان هو سكيب يهرب, لانه Magwitch ده helped him, ساعده من قبل؟ هقول هنا yes, ممكن اقول yes, ايوة. Bib owed Magwitch a favor, يعني Bib مدان لMagwitch بصنع جميل, لانه Bib يعني المفروض يرد الجميل اللي عمله فيه Magwitch, فلازم يساعده على الهرب. انا اقول هنا he helped him, ساعده to be a gentleman, ساعده ان هو يكون gentleman, have a good education, ويحصل على تعليم كويس. طيب نشوف مع بعضينا question number 5. السؤال الخامس بيقول as a child, كطفل, he was always hungry, لقد كان دائما جوعان, so لذلك he stole and begged to survive, كان جائعا لذلك هو سرق وتسول to survive, لكي يبقى على قيد الحياة. مين اللي سرق وتسول لكي يبقى على قيد الحياة؟ ده Magwitch. هو صغير كانت حياته بائسة, هي لفت عاش miserable life, حياة بائسة, كان مضطر ان هو يسرق ويتسول to survive, لكي يبقى على قيد الحياة. Do you agree, هل تتفق ذات بأن Provis أو Magwitch was a victim, ضحية of his poor childhood, why؟ هل Magwitch كان ضحية لطفولته, طفولته البائسة دي, ولماذا؟ أنا هقول هنا yes, he was an orphan, كان شخصا يتيما. He was an orphan, كان يتيما. He had no one to look after him, ما كانش مع حد يعتني به. If he had had some care for him, someone to care for him,
لو ماجوش ده كان لقي حد يهتم ويعتني بيه his life حياته would have been different، حياته كانت هتكون مختلفة تماما. question او ممكن برضو اقول no he could have searched for a job، مش لازم الواحد يستسلم للظروف لتربى فيها، يعني مش عشان انت يعني كنت يتيم او انك انت يعني كانت حياتك صعبة يبقى انت تبقى حرامي، لانه دي دعوة لأي حد انه يعمل حاجة خطأ. كان المفروض هنا he could have searched، كان بامكانه انه يبحث عن اجوب وظيفة to earn a living instead of being a criminal، بدلا من ان يكون مجرما كان المفروض يبحث عن وظيفة. question number 6 would Bib have been happier، هل بيب كان هيكون اسعد if Miss Havisham، لو السيدة Havisham have been his benefactor why، ده سؤال مهم جدا. لو السيدة Havisham كانت هي السيكريت بينفاكتور يعني المتبرع السري لبيب، هل ده كان هيخلي بيب اكثر سعادة؟ هقول هنا yes، ايوه because this means، لانه ده معناه انه he would marry، هيتزوج استيلا. question number 7 السؤال السابع بيقول in your opinion was Bib a young man of principles، هل بيب كان يعني شاب ذو principles؟ principles دي يعني principles مستر يعني مبادئ، هل بيب كان رجل مبادئ؟ do you think so، هل تعتقد ذلك؟ هل تعتقد انه فعلا بيب كان رجل مبادئ؟ اقول yes he was a man of principles، كان رجل مبادئ. when he knew لما عرف that Magwitch was a criminal، لما عرف انه Magwitch كان criminal يعني كان مجرم، he decided قرر not to accept any money from him، قرر ألا يقبل أي مال منه in the future في المستقبل، ولازم يتوقف إن هو يمول أو يدعم بواسطة Magwitch، لأنه the source of money، لأنه مصدر المال اللي كان بيتلقاه من Magwitch is illegal يعني غير شرعي أو غير قانوني. question number 8 السؤال الثامن was Provis right to boast about his money، هل كان Provis محقا في تفاخره بالمال؟ why ولماذا؟ أقول no no he wasn't right، لم يكن على حق. boasting has a negative effect on one's relationship، لأنه يعني التباهي بغض النظر أنك أنت بتتباهى بإيه، التباهي ده له تأثير سلبي على الآخرين on one's relationship with others، على علاقة الشخص بالآخرين. وصلنا لـ chapter 10 الفصل العاشر، نشوف أول سؤال معايا في الفصل العاشر بيقول إيه. السؤال هنا الأول بيقول Are you surprised، يعني هل أنت يا عم مندهش، Are you surprised that Miss Havisham seemed to feel sorry، هل أنت مندهش أن السيدة Havisham seemed بدت to feel أنها تشعر sorry بالأسف for Bib تجاه Bib، why في أواخر القصة أو في الفصول الأخيرة من القصة بدأت السيدة Havisham تشعر انها اذنبت في حق بيب، لانه شي بلاند خططت تو بريك اند تكسر هيز هارت، قلبه عن طريق استخدام استيلا. فهل انت اندهشت انه السيده Havisham بدات تشعر بالاسف تجاه بيب واي؟ انا هقول هنا مثلا ممكن اقول يس شي اولويز يوزد استيلا تو بريك هيز هارت، لانها كانت تستخدم استيلا دائما لكسر قلبه، فكفاية عليه كده. وممكن أقول no ما اندهشتش because she regretted hurting his feeling، لأنها ندمت على إيذاء مشاعره just to take revenge on the person، عشان بس تنتقم من الشخص who had deceived her اللي خدعها. I saw Bentley Drummel just now، رأيت Bentley Drummel للتو. I told her أنا أخبرتها surely you don't love him، بالتأكيد you don't love him. What do you think the question reflects about Bib's characters؟ السؤال الأول بيقول شاهدت بنت درامل للتو أخبرتها، بيب بيقول كده لي يعني هو بيقول لنا إن هو شاف بنت درامل، ده الشخص اللي هو الإيرجنت اللي هو المغرور اللي هو يعني كانت معجبة به ستيلا أو قررت ستيلا إن هي تتزوجه، فأخبرها بيب أخبر ستيلا إن هو قابل بنت درامل، بالتأكيد لا تحبيه، بيقول لها كده بالتأكيد أنت لا تحبيه ستيلا. ما رأيك فيما يعكس هذا السؤال عن شخصية بيب؟ It reflects يعكس بيبز lack of understanding، يعكس عدم فهم بيب and his jealousy غيرته of
بنت درامل، كان غيران من بنت درامل. He couldn't understand that Stella didn't love anyone also. هنا بيقول لم يتمكن من فهم أن ستيلا لا تحب أي شخص. also رغم أنه she warned him، رغم أنها حذرته before that، قبل ذلك، أنه she has no heart، أنه لم يكن لديها قلب. question number three، السؤال الثالث بيقول was it surprising، يعني هل كان مدهشا أو مذهلا for Bib to know that Stella wanted to marry Bent Drummond. Why؟ هل كان من المفاجئ بالنسبة لبيب أن يعرف أن ستيلا ترغب في الزواج من بنتلي درامل؟ الإجابة أنا هقول هنا No، she had many admirers، يعني كان عندها معجبين كتير. And Drummond told him، درامل أخبره before that he was having dinner with a young lady اللي هي ستيلا. وممكن أقول yes، أيوة من المدهش، هي believed ذات، اعتقد انه ستيلا would love him، كان عنده امل انه ستيلا تحبه. and ذات وان مس هافيشام wanted him، كان فاكر انه السيده هافيشام كانت عايزاه to marry، يتزوج ستيلا. question number four، السؤال الرابع عني بيقول do you think، هل تعتقد that Bib should have been away from Provis، يعني هل تعتقد ان كان يجب على Bib أن يبتعد، يعني يسيب كده ويبعد عن بروفيس اللي هو ماجوتش اللي هو البنفاكتور اللي هو الكونفكت، when he knew، لما عرف إنه they had been watched. why؟ السؤال بيقول هل تعتقد أنه كان يجب على بيب الابتعاد عن بروفيس عندما علم أنهم تم مراقبتهم، ولماذا؟ بدأ يعني اللي هم الكريمنالز المجرمين يتتبعوا بروفيس أو ماجوتش منذ ظهوره في لندن، والمفروض بيب كان يبعد عنه. هل كان المفروض بيب يبعد عنه بعد ما الناس بدأت يعني تراقبهم ولا لا؟ أنا أقول هنا no، مثلا يعني على سبيل الرأي no، he had to help Provis، كان لازم عليه يساعد Provis to make him عشان يخليه a gentleman to help him escape from London. no، he had to help Provis، كان عليه ان هو لازم يساعد بروفيس. طب ايش معنى يساعد بروفيس؟ عارفين هو ترايد، هو دي عايده على بروفيس الذي حاول تو ميك هيم جنتلمان، يخلي جنتلمان تو هيلب هيم سكيب، المفروض كان يساعده ان هو ايه يهرب. question number 5، السؤال الخامس بيقول if you were Bib، لو انت مكان Bib would you agree to escape with بروفيس، اذا كنت Bib هل ستوافق على الهروب مع بروفيس ولماذا؟ هقول نو، اي وود جاست هيلب، تمام، اي وود just help him escape، هساعده يهرب. I would just help him escape، يعني سأساعده فقط على الهرب. question number 6، السؤال السادس، السؤال السادس بيقول yes she said forgive me Bib، I used her، استخدمتها to break your heart، أن تكسر قلبك، but if you knew، لو عرفت my story، قصتي، you would pity me، ستتعاطف معي أو ستشفق علي. when Miss Havisham، لما السيدة Havisham realized، أدركت، and regretted، يعني ندمت، that she had committed، ارتكبت many يعني bad things أو many mistakes، يعني أخطاء كثيرة جدا بحق Bib، she decided، قررت to ask him، إن هي تطلب منه to forgive her، إن هو يسامحها، وبررت إن هو لازم يسامحها، إن هو يسمع قصتها، لأنه السيدة Havisham تعرضت لظروف قاسية طبعا، وكان لها تجربة سابقة سيئة مع خطيبها اللي ضحك عليها وأخذ كل فلوسها، بس برضو ده ما كانش ليه أي يعني عذر، أو ده مش مبرر برضو منطقي إن هي تكسر قلب بيب. السؤال بقى بيقول if you were Bib، لو أنت مكان Bib would you pity، هل كنت ستتعاطف with Miss Havisham، مع السيدة Havisham؟ why، ولماذا؟ هقول yes، أيوة ممكن، هقول أيوة أو لا براحتك. طب لو قلت ايوه ايوه ليه، ولو قلت لا لا ليه؟ طب لو قلت يس هقول يس because she was kind to him، انها كانت عطوفه معاه as a child، كطفل. when she paid for his apprenticeship، عندما دفعت يعني لتدريبه يعني مهنيا with John. وممكن برضه اقول نو no، يعني ممكن حد يخالفنا الراي يقول نو no، I wouldn't do that، مش هعمل كده. Miss Havisham was wrong، السيده Havisham كانت على خطأ. when she made Stella، لما خلت استلا بريك، تكسر بيبز هارت، قلب بيب. طيب نشوف مع بعضينا بقى question number 7، السؤال السابع بيقول do you think، هل تعتقد that Stella was badly affected by her mother؟ why؟
طب هي مين اصلا ام ستيلا؟ ستيلا دي امها مولي. مين مولي؟ زوجة مين؟ زوجة ماجوتش او بروفيس. طيب مولي دي هل اثرت على بنتها او هل بنتها تاثرت منها؟ Do you think هل تعتقد that Stella was badly affected تاثرت by her mother بوالدتها؟ ولماذا؟ هقول هنا ايه مثلا؟ Now she spent most of her childhood with Miss Havisham. قضت معظم حياتها مع او طفولتها مع السيده هافيشام who had adopted her التي تبنتها. Question number او ممكن اقول yes if her mother hadn't agreed to leave her لو مامتها اللي هي مولي ما كانتش وافقت انها تتركها with Miss Havisham Stella would have lived a normal childhood. كان Stella عاشت normal childhood يعني طفولة normal طفولة طبيعية. Question number 8 السؤال الثامن. السؤال الثامن عندي هنا بيقول ايه؟ السؤال الثامن بيقول Miss Havisham asked if I was if I was very unhappy. طلبت السيدة هافيشام معرفة ما إذا كنت غاضبا جدا. Why do you think لماذا تعتقد إنه مس هافيشام السيدة هافيشام asked بيب طلبت من بيب that question أو سألته السؤال ده؟ الإجابة هقول إيه مثلا؟ هقول she asked that question because she felt guilty شعرت بالذنب about what she had done مما فعلته بيب. Question number 9 السؤال التاسع بيقول yes I said نعم أنا قلت for many reasons لأسباب عديدة which I cannot discuss أسباب عديدة لا يمكنني مناقشتها. What do you think the reasons for Bibb's being unhappy were؟ في رأيك ما هي أسباب حزن بيب؟ طبعا أسباب حزن بيب أسباب كثيرة. أقول because he discovered اكتشف that Miss Havisham السيدة Havisham was not his real benefactor اكتشف أنها لم تكن المتبرع الحقيقي. He was also unhappy كان غير سعيد because Stella didn't love him كان غير سعيد لأنه ستيلا ما كانتش بتحبه. He also knew هو عارف كمان who Stella's parents were من كان والدي ستيلا. Question number 10 بيقول what have I done يعني إيه اللي أنا عملته ده؟ What have I done؟ She cried لقد صرخت over and over again her eyes عيونها were full of tears مليئة بالدموع. What do you think ماذا تعتقد the cause السبب of Miss Havisham tears was؟ عيون السيدة هافيشام يعني امتلأت بالدموع وبدأت تبكي لأنها شعرت بالذنب تجاه مين؟ تجاه بيب. فأنا أقول she felt regretful يعني إيه regretful؟ يعني شعرت بأنها نادمة because she used Stella لأنها استخدمت because she used Stella to break Bib's heart أن تكسر قلب بيب. وصلنا لشابتر 11 يعني الفصل رقم 11 كده فاضل معانا فصل تاني يبقى غطينا قصة تمام من أول وجديد. نشوف السؤال الأول في شابتر 11 بيقول إيه؟ question number 1 السؤال الأول هنا بيقول if you were Bib لو أنت مكان Bib would you take off your coat and try to save Miss Havisham and put out وتخمد the flames اللهب ورزو رغم انه she used Stella استخدمت Stella to take revenge on you. هو اللي حصل انه السيدة هافيشام ولعت فيها النار. بيب عشان ينقذها عمل ايه؟ He took off his coat يعني خلع المعطف بتاعه and started بدأ to help her يساعدها to put out يخمد او يطفئ النيران. عمل كده مع انه السيدة هافيشام عملت معاه حاجات سيئة كتيرة جدا بس يعني انت لو بصيت على الطبيعة البشرية كإحنا كبشر المفروض في مواقف زي كده مش بنفتكر الأمور السيئة أو بنفتكر الانتقام إحنا بنساعد الآخرين. فهنا بيقول if you were Bib لو كنت مكان Bib كنت تعمل كده؟ طبعا نعمل كده ونص كمان لأنه ده حاجة إنسانية. Yes despite her cruelty رغم قسوتها it's our duty واجبنا to help others أن نساعد الآخرين when they are in danger لما يتعرضوا للخطر even if she used the Stella حتى لو كانت استخدمت Stella to break my heart أن تكسر قلبي. Question number 2 بيقول do you think هل تعتقد that Bib wouldn't have loved Stella هل تعتقد أن Bib ما كانش هيحب Stella if he had known لو كان عارف that Molly أن مولي and Provis وProvis were her parents والديها ولماذا؟ سؤال مهم جدا بيقول لك لو بيب كان عارف من الأول إنه ستيلا دي محبوبته والديها والدها ماجوتش اللي هو Provis وأمها مولي هل كان هيحبها؟ ممكن أقول إيه بقى؟ ممكن أقول I think أعتقد he would have loved her even more
كان حبها اكثر، انه ده ملهاش ملوش علاقه. If Molly and Provis were still as parents, she wouldn't look down on Bib or treat him badly. لانه على فكره لو هي اصلا تمام يعني بما لو هي عارفه من الاول كمان انه والديها بروفيس ومولي ما كانتش هي احتقرت او نظرت بدونيه لبيب، وكان بيب هيحبها اكتر. Question number 3، السؤال الثالث هنا بيقول what might have happened if anyone had known that Ornick had attacked Bib's sister. ما الذي كان يمكن ان يحدث اذا علم اي شخص بان اورنيك قد هاجم اخت بيب؟ طبعا اورنيك هاجم مسز جو، ضربها على دماغها، ويعني خلى الناس تعتقد انه one of the convicts، احد المدنين او prisoners، السجناء الهاربين، هو اللي عمل كده. ما الذي كان يمكن ان يحدث اذا علم اي شخص بان اورنيك قد هاجم اخت بيب؟ اقول he would have been arrested، كان هيقبض عليه، and put in prison، ويوضع في السجن for his crime، على جريمته. طيب question number 4 بيقول do you think، هل تعتقد it was right، كان من الصواب for Bib to go to an old house on the marshes near his village at night، بالليل alone، لوحده، why ولماذا؟ في اخر يعني لما تقرب القصة تنتهي كده، الولد أورليك كان عايز ينتقم من بيب، ف he set a trap، يعني نصب فخ لبيب، استدعى بيب الى مكان في المستنقعات في منزل قديم، وطلب من بيب يروح. طبعا بيب راح، ولكن اصدقائه اللي هم ستارتوب اند هربرت ريسكد هيم، انقذوه. طبعا هل انت كنت هتعمل كده لو انت مكانه؟ هقول نو، ات واز فولش، من الحماقه اوف هيم تو جو زير، ان يذهب هناك، بيكوز ات واز تو دينجرس، لانه الامر كان خطير جدا. ممكن اقول يس بيكوز هي وونتد تو فايند اوت مور اباوت بروفيس، ما هو اللي لعمل اورليك عشان يجرجر بيب للمكان ده، قال له لو انت عايز تعرف معلومات اكتر عن بروفيس تعالى وانا احكي لك. فبيب كان عايز يعرف معلومات عن بروفيس، عشان كده هو راح. question number 5، السؤال الخامس بيقول why do you think بيب wanted to know more about بروفيس؟ طب ليه بيب كان عايز يعرف المزيد عن بروفيس؟ الإجابة المقترحة بتقول بيب knew that بروفيس أو ماجوتش was his real benefactor، يعني بيب عارف أنه بروفيس أو ماجوتش was his real benefactor، المتبرع السري ليه. so لذلك he wanted أراد to know more and more، يعرف المزيد والمزيد about the man who helped him، بشأن الرجل الذي ساعده. question number 6 بيقول I thought أعتقد of all people who would suffer if I died now، فكرت في جميع الأشخاص الذين سيعانون إذا مت الآن. What do you think this revealed؟ الكلام ده كشف إيه about Bib's character، عن شخصية بيب؟ It revealed، يعني الكلام ده عكس، that he was a kind man، طيب، who didn't want others to suffer، ما كانش عايز يعني حد يعاني because of him، بسببه. Especially خاصة زوس هؤلاء who loved him، اللي حبوه، and cared about him، واعتنوا به، Joe and Betty. question number 7، السؤال السابع عندي بيقول should Bib have planned to make Provis escape alone، يعني هل ينبغي على بيب ان يخطط، يعني هل كان يجب على بيب ان يخطط للسماح لبروفيس بالهروب وحده، ولماذا؟ هقول نو، هي accompanied Provis، هي accompanied Provis because he felt grateful for him، رافق بيب بروفيس لانه كان ممتنا له. ممكن اقول يس not to be caught، حتى لا يتم القبض عليه by the police، بواسطة الشرطة، or be attacked، او يهاجم by Compson. question number 8 بيقول if you were Bib، لو انت كنت مكان بيب، would you forgive Miss Havisham، هل كنت هتسامح السيدة هافيشم لو انت مكان بيب؟ ممكن اقول يس او نو، لو قلت يس هقول يس as she sometimes احيانا treated him، عملته kindly when he was young، عندما كان صغيرا. ممكن حد تاني يقول no she was too cruel to him to forgive her، انها كانت قاسية جدا عليه لدرجة انه من الصعب ان يسامح. question number 9، السؤال رقم 9، والسؤال رقم 9 بيقول بيقول ايه السؤال رقم 9 what might have happened، كان ممكن اللي يحصل if Miss Havisham، لو ان السيدة هافيشام فيانسي خطيبها هادن ليفت هير، لو خطيب السيدة هافيشام ما كانش تركها، كان ممكن ايه اللي يحصل؟ فانا اقول هنا she would not have told
thought of taking revenge on men. ما كانتش هتفكر في الانتقام من الرجال. كمان she wouldn't have thought of adopting. ما كانتش فكرت في تبني children like Stella. تبنى الأطفال مثل Stella. طيب بعد كده بيقول do you like Bibbs character؟ هل أعجبتك شخصية بيب؟ سؤال مهم جدا. هل أعجبتك شخصية بيب أو إيه اللي أعجبك في شخصية بيب؟ هقول no. He felt ashamed شعر بالخزي of his poor family once he became rich. يعني هو شعر بالخزي أو بالعار من عائلته بمجرد أنه هو أصبح غنيا. He was deep in love with a girl who shared him no feelings. وكان مغرما جدا أو بشدة بفتاة لا تشعر بأي مشاعر تجاهه. Question number 11, السؤال رقم 11, والسؤال ده بيقول I knew that, يعني لقد أو أنا أعرف that I would always love Stella even if she was cruel to me. كنت أعلم أنني سأحب Stella دائما حتى لو كانت قاسية تجاهي. If you were Bib, لو أنت كنت مكان Bib, would you continue loving Stella even if she was cruel to you? لو أنت مكان Bib, هل كنت تستمر في حب Stella حتى لو كانت قاسية تجاهك انت ومبادئك بقى وبنت وانت واحترامك لنفسك؟ يعني ممكن انت حد يعني ما عندكش احترام لنفسك فهتقول كده. No, it would be foolish من الحماقة of me to think of no of loving such a cold girl with no heart. يعني من الحماقة ان افكر في بنت زي كده ذات قلب بارد بلا قلب اصلا. Who doesn't share me any feelings. لا تشاركنا أي مشاعر. Love الحب should be mutual. لابد أن يكون الحب متبادل and based on respect ويكون قائم على الاحترام. وصلنا دكاترة لـ chapter 12. وصلنا لآخر فصل من فصول القصة. تمام يلا كده نشوف السؤال الأول بيقول إيه. السؤال الأول بيقول Do you agree that Provis deserved his end with a life sentence, why? هل توافق على أن بروفيس يستحق عقوبة السجن مدى الحياة بعد أن قبضوا عليه وهو يحاول الهرب؟ حكموا عليه بالسجن المؤبد. فبيقول لك هل توافق أن بروفيس استحق his end نهايته with a life sentence؟ أنا هنا إجابة مقترحة بقول yes as he committed ارتكب crimes جرائم and broke the law خرق القانون. He escaped from prison وهرب من السجن. ممكن واحد تاني لا متعاطف معي يقول no. He was a victim of his bad circumstances. لقد كان ضحية لظروفه السيئة. He proved that أثبته إنه he could be a good man أنه يكون رجلا جيدا as he worked لأنه عمل hard بجد and never thought of crime ولم يفكر أبدا في الجريمة. Question number two, السؤال الثاني هنا بيقول Shouldn't Bib have told Provis that his daughter was still alive? Why? هل لم يكن ينبغي على بيب أن يخبر بروفيس أن ابنته ما زالت على قيد الحياة ولماذا؟ هل لم يكن ينبغي على بيب أن يخبر بروفيس أن ابنته اللي هي استيلا ما زالت على قيد الحياة ولماذا؟ أنا هنا أقول I think أعتقد it was wise كان من الحكمة of Bib to tell Provis أن يخبر Provis that his daughter إنه بنته was still alive على قيد الحياة. Provis looked happy بدأ سعيدا when he discovered لما اكتشف that Stella was alive قبل ما يموت. Bib قال له إنه بنتك ما زالت على قيد الحياة فكان سعيد جدا ومات هو وبيبتسم كمان. Question number three بيقول which character do you like most in Great Expectations why؟ سؤال مهم جدا جدا جدا. أي شخصية أنت أحبيتها في Great Expectations ولماذا؟ اختار شخصية بس تكون يعني محبوبة يعني كويس يعني. أنا أقول هنا I like Joe's character أعجبتني أو أنا حبيت شخصية جو اللي هو البلاك سميث الحداد most كثيرا. He valued friends and loyalty over money. يعني الشخص ده كان يقدر الصداقة والولاء على المال. كمان بنقول he was kind كان طيب to Bib and really cared about him وكان دايما مهتم ببيب. He was never ashamed of being poor ولم يخجل أبدا من كونه فقيرا. Question number 4 بيقول was Miss Havisham right. هل كانت السيدة هافيشام كانت على حق to leave and تترك some of her money to Mr. Matthew Bucket why. سيدة هافيشام يعني حبت تصلح ما أفسدته في حياتها فهي يعني تركت بعض المال من أموالها لماثيو بوكيت.
هل تعتقد انها كانت محقة في ترك بعض المال لماثيو بوكيت اللي هو احد اقاربها؟ يس. He was the only one of her family that cared for her and gave her good advice and warned her not to trust, ألا تثق زمان الرجل who she was going to marry. ماثيو بوكيت زمان لما هي بدأت تعطي كل أموالها لخطيبها في اللحظة دي ماثيو بوكيت ما عجبوش الكلام ده وقدم لها نصيحة إنه المفروض ما تثقش فيه، ولكن هي ضاقت جدا وطردته من البيت. تمام، بس هي كده ايه بتعوضوا عن الكلام اللي حصل ده. question number 5 بيقول do you think هل تعتقد ان ستيلا deserved to own most of Miss Havisham's money one. هل تعتقد ان ستيلا استحقت ستيلا انه هي تمتلك معظم اموال السيده هافيشام ولماذا؟ هقول يس ستيلا دي تمام، لانها اصلا هي ضحيتها، ما هي شربت المرار معاها كلها. بقول هنا يس بيكوز مس هافيشام had adopted her تبنتها and was responsible for مسؤولة عن what happened ما حدث to her. فهي يعني تستحق هذا المال as a sort of compensation، كنوع يعني كده من التعويض. question number 6 بيقول should Miss Havisham have left Bibb some of her money why. هل يجب او هل كان يجب على السيدة هافيشام ان تترك بعض من اموالها لبيب ولماذا؟ ممكن اقول يس او نو. لو قلت يس هقول يس بيكوز هي هاد ريسكد هير، انقذها وين هير دريس لما فستانها كوت فاير اشتعلت فيه النار. كمان ممكن اقول نو اي دونت ثينك سو، لا اعتقد ذلك، بيكوز هي واز نوت وان اوف هير ريلاتيفز لانه لم يكن احدا من اقاربها. وممكن اقول يس بيكوز شي شود هاف كومبنسيتد هيم، كان يجب ان تعوضه فور بريكينج هيز هارت، على كسر قلبه. question number 7 السؤال السابع بيقول if you were Joe، لو انت مكان Joe would you pay off Bibb's debts why. هل كنت تدفع ديون بيب ولماذا؟ طبعا لما بيب غرق في الديون في اخر القصة جو ساعده، ولما بيب مرض كمان جو وقف جنبه وسانده وساعده واعتنى بيه لحد ما بقي كويس. لو انت مكان جو هل كنت تعمل كده؟ الاجابة المقترحة هنا هتبقى yes. جو was like a father to Bibb، يعني جو كان بمثابة الأب بالنسبة لبيب. He loved Bibb and cared much about him، يعني لقد اعتنى ببيب، اعتنى جو ببيب، أحبه كثيرا واعتنى به. Bibb was Joe's friend، كان صديقه، and friends الأصدقاء should help، يجب على الأصدقاء إن هم help يساعدوا each other بعضهم البعض بغض النظر عن الخلافات اللي بينهم. question number 8 سؤال الثامن بيقول in your opinion في رأيك what was the greatest expectation for Bibb why do you think so. سؤال مهم جدا، ممكن تلاقي رشاق لك كده وبصص لك في الامتحان كده ومتنح، بيقول لك في رأيك ما هي أعظم توقعات Bibb ولماذا تعتقد ذلك. الإجابة المقترحة على السؤال ده the greatest expectation was to become and يصبح a rich gentleman so that Stella would be pleased with him and love him. أعظم التوقعات كانت أن يصبح رجلا غنيا حتى تكون Stella سعيدة به وتحبه. question number 9 السؤال رقم 9 بيقول it's my wedding day Bibb بيدي said happily. Bibb هنا بيدي اللي بتتكلم معاه بتقول له it's my wedding day إنه يوم زفافي، وتقول ذلك بسعادة، هتتزوج مين؟ جو. جو and I أنا وجو have just got married، أنا وجو يعني تزوجنا للتو. Would جو have married Biddy if he had known that. هل جو have married Biddy if he had known، لو عارف that Bibb had wanted to marry her why. طبعا بيب في الاخر لما ادرك انه بيدي دي بنت كويسه جدا وان هي كانت البنت المناسبه ليه ان هو يتزوجها، بس لما عرف انها هتتزوج جو ما رضيش يتكلم في كده خالص. فهنا بيقول انه يوم زفافي يا بيب، قالت بيدي بسعاده تزوج جو وانا للتو، يعني تزوجنا احنا الاثنين. هل كان جو سيتزوج بيدي، يعني جو هل كان هيتزوج بيدي لو كان يعلم، لو كان يعرف انه بيب يرغب في الزواج منها ولماذا؟ انا عندي اجابتين مقترحتين. الاجابه الاولى ممكن اقول يس بيكوز لانه هي نيدد بيدي تو لوك افتر هيم افتر هيز وايف هاد باست اواي او افتر هيز وايف
هاد دايت؟ نعم، لأنه كان بحاجة لبديل العناية به بعد وفاة زوجته. ممكن حد ثاني يخالفنا الرأي يقول No, he would have allowed him to marry Biddy. كان هيخليه يتزوج Biddy as he loved Bib so much. لأنه كان بيحب Bib كثيرا. Question number 10. سؤال رقم 10 بيقول You have the best husband in the world, Biddy. ده جو اللي بيقول كده. البيدي بيقول لها يعني أنت ربنا كرمك بأحسن زوج في الدنيا يا بيدي، يعني ربنا عوضك خير. And Joe, you have the best wife. وأنت يا جو يعني فزت بأفضل زوجة، يعني أنتوا اتنين تستاهلوا بعض. ده بيب بيقول لمين؟ بيب بيقول الجو، بيقول البيدي. Do you think هل تعتقد this word هذه الكلمات reflected عكست بيبز real feelings مشاعره الحقيقية؟ Why ولماذا؟ طبعا عكست هنا هقول I think these words reflected عكست Bib's real feelings. He loved both Biddy and Joe. كان بيحب Biddy وجو because they were really good people. كانوا كويسين and cared much about him. واعتنوا كثيرا به. They helped him. They supported him. دعموه. Question number 11 بيقول What is the worst character in Great Expectations? Why do you think so? من وجهة نظرك أسوأ شخصية في Great Expectations مين؟ من وجهة نظرك أنت. ممكن تبقى يعني كل واحد ليه شخصية يعني سيئة معينة. ممكن واحد يقول هنا كامسون was the worst character، أسوأ شخصية، as he tricked، لأنه خدع Miss Havisham out of most of her money، نصب عليها في معظم فلوسها، and deserted her، هجرها on her wedding day في يوم زفافها. He also betrayed، وهو أيضا خان his friend صديقه ماجويتش. السؤال اللي بعد كده بيقول In your opinion، في رأيك What is the moral lesson of Great Expectations؟ وده سؤال مهم، عشان كده أنا هعمل لك جنبه نجمة. تمام، سؤال مهم جدا. من وجهة نظرك ما هو الدرس الأخلاقي المستفاد في قصة Great Expectations؟ طيب الدرس المستفاد من Great Expectations ممكن أقول Becoming a gentleman doesn't make you a better person. يعني أن أصبح رجلا أنيقا لا يجعل شخص أفضل. أو مثلا To be a gentleman is not everything. أو مثلا There are many ways، هناك طرق كثيرة أخرى leading to happiness، تؤدي إلى السعادة. نحن لازم يعني نخلي بالنا منها. We should always be loyal، يجب أن نكون مخلصين to our friends، لأصدقائنا، and the people، الناس who care about us. لازم نكون أوفياء لأصدقائنا والأشخاص الذين يهتمون بنا. هننتقل بعد كده لمناقشة الأسئلة اللي جت في الريفيوز على اليونتس. يعني عندي هنا ريفيو 1 اللي هي كانت ماسكة من chapter 1 لحد chapter 3. نشوف طب السؤال الأول فيها بيقول كده بالراحة، بيقول Do you think هل تعتقد أنه بيب was right على حق to help the strange man، أن يساعد الرجل الغريب in the marshes؟ هل تعتقد أن بيب كان على حق في مساعدة الرجل الغريب في المستنقعات ولماذا؟ ممكن تختلف الآراء، تتعدد وجهات النظر. ممكن حد يقول yes because he was afraid، كان خايف that he would kill him، لأنه هو كان خايف أنه الرجل ده ممكن يقتله. ممكن كمان أقول no when he returned home، لما عاد البيت he should have told his sister and Joe، كان المفروض يخبر أخته ويخبر جو what had happened، بشأن ما حدث. Question number 2، السؤال الثاني بيقول I didn't want to look after you، it's bad enough being a blacksmith's wife. ده اللي بيتكلم هنا دي ميسيس جو، يعني قرفانة جدا من بيب وبتقول له لم أكن أرغب في رعايتك، هو أنت إيه اللي حدفك عليا؟ من الكفاية أن أكون زوجة حداد، يعني كفاية عليا القرف اللي أنا فيه، مش كفاية أن أنا زوجة حداد. ماذا تعكس هذه الكلمات؟ هنا السؤال بدأ من هنا بيقول What did these words reflect about Miss Havisham's character؟ يعني الكلمات دي عكست إيه عن شخصية السيدة دي؟ it reflects تعكس that she was so cruel، كانت قاسية to her brother أخوها، and she wasn't happy، لم تكن سعيدة that she had to look after him، أن تعتني به. أو ممكن أقول she wasn't satisfied، لم تكن راضية with her husband زوجها. Question number 3 بيقول I hope، أتمنى we don't find the convict Joe. Why do you think Bib hoped so؟
لما بيب وجو فولود يعني تابعوا ذا سولجرز الجنود هو لوكينج فور اللي كانوا بيبحثوا عن ذا كونفكتس المدانين او المتهمين. هنا بيقول اي هوب وي دونت فايند ذا كونفكت جو. بيب بيقول لجو اتمنى انهم لا يجدون المدان او المتهم. ليه تعتقد انه بيب يتمنى ذلك؟ لانه بيب تعاطف معاه. هقول هنا بيكوز لانه بيب واز افريد كان خايف ذا كونفكت المدان او المتهم وتلزم يخبرهم ذا بيب هاد سولن سرق ذا فايل اند فود. يعني اجابه خارج الصندوق، اجابه لذيذه. انا ممكن اقول بيكوز هي فيلد سوري فور هيم، شعر بالاسى او الحزن او سمباثايزد هيم، تعاطف معاه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن طبعا حاجه منطقيه جدا بيكوز بيب واز افريد، لانه بيب كان خايف انه ذا كونفكت وتلزم انه المدان او المتهم هيخبر الجنود ذات بيب بان بيب هاد ستولن سرق جوز فايل ملف جو اند فود والطعام. كوشن نمبر 4 سؤال مهم جدا بيقول هي سكيرد مي بات اي اولسو فيلت سوري فور هيم، يعني ارهبني لكني شعرت ايضا بالشفقه عليه. يعني هو ارعبني وانا خفت منه وهددني بس انا شعرت بالشفقه عليه. دو ثينك، هل تعتقد انه بيب واز رايت، ان بيب كان على حق تو فيل سوري، ان يشعر بالشفقه for that convict على هذا المدان او المتهم؟ ممكن اقول يس ونو. لو قلت يس اقول يس because the convict ان المدان was hungry جوعان and was in bad need، كان في حاجه ماسه of Bib's help لمساعده Bib. دي اجابه. الاجابه الثانيه ممكن اقول نو no because the convict was a criminal who had escaped، لا لان السجين كان مجرما هاربا. question number 5 السؤال الخامس بيقول what do you think the man wearing the leg irons in the mist was؟ في رأيك من كان الرجل الذي يرتدي قيود الساق في الضباب اللي قابله بيب؟ أنا هقول هنا he was a convict who had escaped from the prison ship، كان سجينا هاربا من سفن السجن. وعلى فكرة احتمال يكون هو كامبسن اللي هو بدأ يتشاجر مع ماجوتش أو the convict المدان أو المتهم in the marshes في المستنقعات. question number 6 بيقول what is your impression of the man Bib saw in the graveyard why do you think so، ما هو انطباعك عن الرجل الذي رآه بيب في المقبرة ولماذا تعتقد ذلك؟ يعني ايه كان انطباعك عن ماجوتش او the convict؟ ممكن اقول هنا he was frightening، كان مخيف because he was wearing يعني كان لابس leg irons and he threatened to kill Bib، وهدد بأنه سيقتل بيب. question number 7 بيقول I stole the food، أنا سرقت الطعام from the blacksmith's house this morning why do you think، لماذا تعتقد the convict المتهم confessed اعترف that he had stolen the food؟ طبعا هو الconvict المدان أو المتهم مش سرق الطعام ولا حاجة، الكلام ده بيقول الconvict. الconvict المدان أو المتهم لما the soldiers الجنود اللي كانوا بيبحثوا عنه caught him يعني ألقوا القبض عليك، هو اعترف وقال انا اللي سرقت الطعام من بيت الحداد. هو بيقول كده عشان يبرئ بيب لانه مش عايز بيب يتأذي يعني من خلال مساعدته ليه. هو قال لي كده تمام because he didn't want، ما كانش عايز بيب to be punished يعاقب or blamed او يلام for stealing the food and the file. question number 8 السؤال الثامن هنا بيقول I wanted to say، أردت أن أقول I didn't tell the soldiers where to find you. بيب كان عايز يعني هو بيقول لنا احنا بينه وبينكم أنا كنت عايز أقول لي يعني أردت أن أقول لم أخبر الجنود عن مكانك. يعني الكونفكت المدان أو المتهم اللي هو ماجوتش لما قبض عليه بواسطة جنود في المستنقعات، بيب كان عايز يقول له انه مش انا اللي عملت كده، يعني مش انا اللي فتنت عليك، بس بيب ما قدرش يدوب كده هز دماغه كده. Do you think هل تعتقد the convict المدان او المتهم ثو تعتقد ذات بان بيب hadn't told، انه بيب لم يخبر the soldiers الجنود about his place على مكانه ولماذا اوليس؟ Because Bib was the only one that knew that the escaped convict was in the graveyard. هقول نعم لأن بيب كان الوحيد الذي علم بأن السجين الهارب في المقبرة أو في المستنقعات. وممكن برضو كمان أقول no because Bib had brought the convict the food الطعام and the file before. لا لأن بيب قد قدم للسجين الطعام والملف قبل ذلك. question number اللي هو
الفايل اللي هو المبرد يعني. هنا الفايل مش الملف، الفايل هنا اللي هو مين؟ المبرد بتاع الحداد، المبرد. question number 9، السؤال التاسع بيقول I wish she wouldn't hit you Joe. Joe said I wish she wouldn't hit you Joe. Joe said I would rather she hit me than you. يعني أتمنى أنها تضربني أنا ما تضربكش أنت. What did these words show about Mr. and Miss Joe's characters؟ هنا سيد جو بيقول البيب يا أخي أتمنى أنها تضربني أنا وما تضربكش أنت. أتمنى لن تضربك جو. قال جو أفضل لو ضربتني بدلا منك. ماذا تظهر هذه الكلمات عن شخصيتي السيد والسيدة جو؟ زي ريفلكت يعكسوا how cruel Mrs. Joe was towards her brother while Joe بينما Joe was kind to him. Joe كان طيب معاه ولكن أخته لا. question number 10، السؤال العاشر هنا بيقول the boy الولد will make his fortune by going to Miss Havisham's house and he's going there tomorrow. الكلام ده بتقوله مين؟ الكلام ده بتقوله Mrs. Joe. Mrs. Joe بتقول الكلام ده البامل شوك إنه هو تمام إنه بيب لازم يروح منزل السيدة هافيشام. بتقول الصبي سيجني ثروة من زيارة منزل السيدة هافيشام وسيذهب إلى هناك غدا. ثم يأتي السؤال بيقول what do you think Mrs. Joe was planning for؟ كانت بتخطط لإيه؟ الإجابة she hoped تمنت that Miss Havisham would give Bib تعطي Bib much money فلوس كتير. she hoped تمنى she would be rich تمنت إنه he would be rich إنه هو يصبح غنيا. question number 11، سؤال رقم 11 بيقول why do you think يعني لماذا تعتقد that Miss Havisham was always asking Bib about his opinion of Stella. دايما السيدة هافيشام كانت تسأل بيب عن رأيه في ستيلا وإيه رأيك فيها. هي ليه كانت تعمل كده؟ تسأل على طول. she wanted Bib to be attracted to Stella so that Stella could break his heart. كانت ترغب في أن يشعر بيب بالجذب نحو ستيلا حتى تتمكن ستيلا من كسر قلبه. question number 12 بيقول Joe told me to be happy with my position in life. قال لي جو أن أكون سعيدا بموقعي في الحياة يعني يعني بمكانته. Do you agree؟ هل تعتقد أو هل تتفق with Joe's opinion مع رأي جو؟ why ولماذا؟ ممكن أقول yes أو no. ممكن أقول yes because being a gentleman عشان تكون gentleman doesn't mean مش معنى كده doesn't mean that Bib would lead a happy life أنه يعيش حياة سعيدة. ممكن أقول no everyone الجميع should always try يحاولوا to improve يحسنوا their position يعني وضعهم to have a better life and يعني في الحصول على حياة أفضل. question number 13 بيقول do you feel sorry؟ هل تشعر بالحزن for Miss Havisham despite her attitude؟ هل تشعر بالأسف على السيدة هافيشام على الرغم من سلوكها تجاه بيب مثلا ولماذا؟ هقول هنا yes because Miss Havisham لأنه السيدة هافيشام was suffering تعاني from a shock من صدمة when her fiancee لما خطيبها took her money خد فلوسها and deserted her وتركها on the day of their wedding في يوم زفافهم. question number 14، السؤال رقم 14 بيقول why do you think لماذا تعتقد أنه Joe tried to give the pound note back to the strange man in the inn؟ الرجل الغريب اللي كان جايب البنك نوت وكان جايب الكوين البيب أصلا كان جايبهم له من ماجوتش. ليه جو حاول إعادة الورقة النقدية للرجل الغريب في الحانة؟ الإجابة because he was afraid and uncomfortable after he realized that the file he stole was wrapped in the note. لا لأنه كان خائفا وغير مرتاح بعد أن أدرك أن المبرد اللي سرقه كان مع الراجل ده وكان بيقلب بيه الشاي. question number 15 بيقول why do you think ليه تعتقد أن Stella refused to speak to Bib when Miss Havisham asked them to play؟ لماذا تعتقد أن Stella رفضت Stella التحدث إلى بيب عندما طلبت منهم السيدة هافيشام أن يلعبوا؟ طبعا كانت هي محتقرة. أقول because she thought اعتقدت that he was too common and poor to talk to. اعتقدت أنه كان شخصا عاديا وفقيرا جدا لتكلمه يعني هو أقل من مستواه كتير عشان كده هي يعني كانت مغرورة وهي ما رضتش تتعامل معاه لأنه اعتقدت أنهم هما اتنين ينتموا إلى طبقات اجتماعية مختلفة. هنشوف دلوقتي الأسئلة اللي في ريفيو 2 ودي بتغطي من chapter 4 حتى chapter 6. شوف السؤال الأول في الجزء ده بيقول لك
السؤال الأول بيقول why do you think لماذا تعتقد أنه Miss Havisham paid for Bibb's apprenticeship؟ لماذا تعتقد أن السيدة هافيشام دفعت فلوس يعني ثمن تدريب بيب؟ دفعت فلوس لمين؟ دفعت الفلوس دي لجو، وده اللي خلى بيب أصلا يشك أو يعتقد أنه السيدة هافيشام هي البنيفاكتور، هي المحسن أو الراعي لي. طب هي عملت ليه كده في اعتقادك؟ ممكن أقول مثلا being a blacksmith would widen the gap between Bibb and Stella، أن يكون الحداد أن يكون حدادا سيزيد الفجوة بين بيب وستيلا. يعني هي كانت عايزاه والله حاجة غريبة جدا، يعني حاجة كده عميقة، إجابة عميقة جدا، إنه هي كانت عايزة بيب يفضل يعني يتدرب وإن هو يصبح بلاك سميث، إنه طالما هو هيبقى حداد ده هيزيد الفجوة بين بيب وبين ستيلا، وده هيسمح لستيلا أكتر إنها تكسر قلبه. This would enable ستيلا، وده هيسمح لستيلا to break his heart إنها تكسر قلبه. والله إجابة لذيذة جدا وسؤال يعني فظيع عميق. question number 2 بيقول but don't you think you are happier as you are Bibb said Biddy. لما بيب راح البيدو قال لها اقول لك يا بيدي انا مش عاجبني حالي، والله يا اختي والله يا اختي حالي ده يصعب على الكافر، حالي مش عاجبني، انا مش عاجبني حالي ان اكون حداد، عايز ابقى جنتلمان بقى وفلوس وعربيات وحاجات زي كده، انا عايز اتدلع كده، عايز ابقى جنتلمان، عايز افوز بقلب ستيلا بقى تمام. فبيدي قالت له يا ده عبيط، يا ده عبيط، مش السعاده مش في 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 انك انت او السرور او السعاده مش هيكونوا انك انت تبقى جنتلمان ولا انك انت تكون ريتش. but don't you think you are happier as you are، ولكن الا تعتقد انك اكثر سعاده كما انت يا بيب، يعني على وضعك ده اللي انت عليه، انت مش شايف انك انت اكثر سعاده؟ بيدي بتقول له كده. Do you think هل تعتقد انه بيدي was right كانت على حق that Bibb shouldn't change into a gentleman؟ هل تعتقد ان بيدي كانت على حق بان بيب لا يجب ان يتغير ليصبح شخصا نبيلا او رجلا مرموقا؟ ولماذا اقول yes Bibb wants to be a gentleman to get married to Stella and she didn't worth effort the effort Bibb would exert for her. نعم يرغب بيب في ان يصبح شخصا نبيلا من للزواج من ستيلا، وهي لا تستحق المجهود الذي سيبذله بيب من اجلها. وبعدين كمان ممكن اضيف عليها ان هيز امبيشنز طموحاته واز انرياليستيك، يعني غير واقعيه. كويشن نمبر 3 السؤال الثالث بيقول ايفر سينس ومنذ ذلك الحين اي ميت ستيلا، انا قابلت ستيلا ات مس هافيشامز في منزل السيده هافيشام، I have wanted ان اردت to improve myself، يعني منذ ان قابلت ستيلا في منزل السيده هافيشام أردت أن أطور من نفسي، يعني ده كان turning point. turning point يعني ده كان نقطة التحول. Do you think هل تعتقد أنه بيب was right أن بيب كان على حق to improve أن يحسن himself just because of Stella، بسبب Stella بس؟ why؟ ولماذا؟ أنا هقول he should improve himself to have a better life، يعني كان المفروض يعني يرغب في تطوير حياته not just عشان يعني المفروض كان يعمل كده ليحصل على حياة أفضل. Not just because of Stella، مش بس عشان خاطر Stella، as she doesn't love him، خصوصا أنها لا تحبه. Question number 4 بيقول if you want to marry her، لو أنت عايز تتزوجها she probably isn't worth the effort، إذا كنت ترغب في الزواج منها فربما لا تستحق المجهود، يعني هي ما تسهلش حاجة. Do you agree هل تتفق with Biddy's advice، نصيحة Biddy to Bibb، ده بدل تنصحه بكده. Yes, Stella is cold, barida and cruel. She has no heart. She laughs at Bibb's poor background. يعني بتسخر من خلفيته الفقيرة and lack of education ونقص تعليمه. Question number 5 السؤال الخامس بيقول I knew that I was making a mistake but I couldn't change my feelings. Bibb هو عارف نفسه غلطان، بيقول كنت أعلم أنني أرتكب خطأ إنه هو يحب ستيلا ويتعلق بها ويسخر كل حياته وطموحاته عشان خاطرها، مع إنه هو عارف إن هي مش بتحبه ومشاعرها باردة تجاهه. If you were Bibb، لو أنت مكان Bibb، could you change your feelings towards Stella why؟ هنقول تاني هنا بيقول كنت أعلم أنني أرتكب خطأ لكني لم أستطع تغيير مشاعري، يقصد إنه لا يستطيع تغيير مشاعره تجاه ستيلا. طيب إذا كنت Bibb، لو أنت مكان Bibb، هل يمكنك تغيير مشاعرك تجاه ستيلا ولماذا؟
ممكن اقول نو او يس، ممكن اقول نو بيكوز هي واز ديبلي ان لاف ويز هير، لانه مغرم بيها بشكل عميق او بيحبها كتير، او ممكن اقول يس از شي دازنت لاف هيم ان ريتيرن، نعم لانها لا تحبه بالمقابل. كويشن نمبر 6، السؤال السادس بيقول Do you think هل تعتقد that Mr. Jaggers is someone who Bib could trust? Why? هل تعتقد أن السيد جاجرز هو شخص يمكن أن يثق به بيب ولماذا؟ أيوة، هو شخص secretive يعني كتوم، responsible المسؤول، برضو successful lawyer يعني محامي شاطر وناجح بيحفظ أسرار موكليه. هقول yes because he was honest، كان أمين and an experienced lawyer، وكان محامي ذو خبرة. Question number 7 بيقول Miss Havisham adopted her, you know, she wants to use her to take revenge on men. أعلم أن السيدة هافيشام تبنتها. أعلم أن السيدة هافيشام تبنتها. تريد استخدامها للانتقام من الرجال. طيب should Bib have changed his mind about Stella after learning this? Why? هل كان يجب على بيب تغيير رأيه حول ستيلا بعد معرفته بهذا ولماذا؟ طبعا المفروض yes because he knew عرف that Stella was used كانت تستخدم by Miss Havisham to break لكي تكسر his heart قلبه and she didn't really love him وأنها لم تكن تحبه فعلا. Question number 8 سؤال التامل بيقول Do you agree هل تتفق that Miss Havisham should have been more merciful why هل توافق على أن السيدة هافيشام كان يجب أن تكون أكثر رحمة ولماذا؟ هقول هنا yes despite what happened to her she should have forgotten it because not all people are bad. نعم على الرغم مما حدث لها يجب أن تنسى ذلك لأنه ليس كل الناس سيئون. Question number 9 بيقول what might have happened if Miss Havisham fiancé hadn't left here. ماذا كان قد يحدث إذا لم يترك خطيب السيدة هافيشام؟ لو ما كانش خطبها ما كانش تركها خطيبها كان ممكن إلا يحصل حاجات كتيرة خالص، ما كانش عمل عندها العقدة النفسية دي وبالتالي ما كانتش استخدمت استيلا كأداة لكسر قلب بيب، ما كانش قلب بيب اتكسر وهكذا. هقول she would have lived a normal life كانت هتعيش حياة طبيعية without all her she wouldn't have adopted ما كانتش تبنت استيلا. Question number 10 بيقول Do you agree هل تتفق that greed الطمع only destroyed دمر Miss Havisham's life why هل توافق على أن الطمع هو الذي دمر حياة السيدة هافيشام فقط ولماذا؟ هقول yes her brother أخوها and fiancé خطيبها were so greedy كانوا طمعين that they planned خططوا to take انهم ياخدوا most of her money معظم نقودها زي إذا شك الصدمة شهادة اللي تعرضت لها on her wedding في حفل زفافها في يوم الزفاف was too much كانت كتيرة جدا يعني صدمة كبيرة for her to bear تتحملها this made her جعلها هي تكره people particularly men وخاصة الرجال she devoted يعني خصصت أو كرست her all her efforts كل جهودها to take revenge on men أن تنتقم من الرجال. Question number 11 سؤال رقم 11 بيقول Do you like the character of Jaggers? Why? هل تحب شخصية Jaggers ولماذا؟ ممكن هنا أقول yes because he was a successful London lawyer محامي في لندن ناجح who had successfully defended دافع بنجاح عن مولي on a murder charge في جريمة قتل أو تهمة قتل he seems to have a strong character عنده شخصية قوية since thieves يعني بما أنه اللصوص حيث أن اللصوص don't dare لا يجرؤون to approach يقتربوا من his house even if it was unlocked حتى لو كان مفتوح وبرضه ممكن أقول he is honest هو صادق أو أمين he is secretive keeps يعني بيحفظ أو يحافظ على his client's secrets يعني أسرار عملائه أو موكليه. Question number 12 بيقول do you think هل تعتقد that Biddy wished to marry Bib before she got married to Joe why هل تعتقد أن بيدي كانت ترغب في الزواج من بيب قبل أن تتزوج من جو ولماذا؟ هقول yes when Bib told her about his love to Stella لما بيب أخبرها عن حبه لستيلا في الأول she tried حاولت to make him تخليه forget about her saying that Stella didn't worth the effort نعم يعني كانت تتمنى أن تتزوج بيب عندما أخبرها بيب عن حبه لستيلا حاولت أن تجعله ينساها قائلة إن ستيلا لا تستحق هذا المجهود.
question number 13 السؤال رقم 13 بيقول I wish that I could pay Joe not to come. He was my friend but I was ashamed of him. Now what did this show about Bibb's character? سؤال مهم جدا ممكن تلقاه تنحلك في الامتحان كده السنة دي. هو المفروض لما جو راح لندن عشان يقابل بيب عشان يقول له السيدة هافشام عايزاك تروح لها البيت تاني وعشان يبلغه انه استيلا كيم باك عادت فروم لندن من لندن. في اللحظة دي او في الوقت ده بالتحديد بيب كان ماشي على طريق الجنتلة بقى والثروة والفلوس تمام والاتيكيت، فبدأ يشوف جو كمصدر عار او وصمة عار في حياته، لدرجة انه هنا بيقول انه I wish that I could pay Joe not to come. كنت اتمنى ان اتمكن من دفع فلوس يعني الجو لعدم القدوم. He was my friend. هو صديقي ماشي. But I was ashamed of him. ولكني كنت خجولا منه. Now الان. What does this show about Bibb's character? ماذا يبين ذلك عن شخصية بيب؟ It showed that Bibb changed completely since he became a gentleman. يظهر أن بيب تغير تماما منذ أن أصبح رجلا نبيلا. He showed a lot of ingratitude to his friend Joe. أظهر الكثير من عدم الامتنان لصديقه جو. Who treated him الذي عمله like a son. كابن and guided him وأرشده through من خلال his childhood years خلال طوال يعني سنوات طفولته. Question number 14 بيقول should Bibb have given Biddy more attention why? هل كان يجب على بيب كان المفروض عليه ان هو يولي او يعطي بيدي اهتماما اكبر من كده ولماذا؟ هقول هنا yes as she seemed to love him يعني كان يبدو انها تحبه. He would have been much happier كان هيكون افضل او اكثر سعادة if he had married her لو كان تزوجها. Question number 15 بيقول what might have happened كان ممكن ايه اللي يحصل if Miss Havisham's brother لو اخو السيدة هافيشام hadn't plotted ما كانش يتآمر against her ضدها. هقول طبعا she should have led she could have led a normal life كانت عاشت حياة طبيعية and lived happily كانت عاشت بسعادة. Question number 1 السؤال الأول بيقول are there هل هناك أو هل يوجد any similarities أي تشابهات between Biddy and Joe's characters why هل هناك أي تشابهات بين شخصيتي بيدي وجو ولماذا؟ بيدي وجو طيبين على كد يعني حالهم كده نيتهم كويسة هما اتنين بيحبوا بيب هما اتنين اعتنوا بيه. هقول yes both of them كلاهما loved بيب حبوا بيب and cared for بيب واعتنوا بيب. Both كلاهما had forgiving nature طبيعتهم كده طبيعة مسامحة. As they didn't feel angry that Bibb no longer visited them when he became a gentleman. يعني حتى لما بيب تغير عليهم يعني لم يشعروا بالغضب وسابوه يعني شوف حاله. Question number 2 السؤال الثاني بيقول why do you think ليه تعتقد ان ستيلا agreed وافقت ستيلا to be a tool ان تكون أداة in Miss Havisham's hands. طبعا السيدة هافيشام يوزد استخدمت ستيلا as a tool كأداة to break عشان تكسر بيها men's hearts قلوب الرجال. فأنا بيقول لك لماذا تعتقد أن ستيلا وافقت على أن تكون أداة في يد السيدة هافيشام؟ ليه وافقت أن تكون أداة؟ Because Miss Havisham adopted her and spent much of her particularly jewelry مجوهراتها عليها. So ستيلا felt شعرت ستيلا أن هي indebted مدانة to her and had to obey her instructions كان عليها أن تطيع تعليماتها. Question number 3 بيقول do you think هل تعتقد that the convict المدان had a great effect كان ليه تأثير عظيم أو تأثير كبير on Bibb's life طبعا هو اللي غير حياة بيب كل هالمدان أو المتهم ده. هقول yes as he changed Bibb's life غير حياة بيب completely تماما. He was the benefactor كان المتبرع أو الشخص اللي هو الراعي لي بيب who helped him ساعده to be a gentleman أن يصبح gentleman. Question number 4 بيقول what might have happened if Bibb didn't hadn't gone to the graveyard ماذا كان قد حدث لو لم يذهب بيب إلى المقبرة ما كانش قابل الكونفكت وما كانش ساعده وبالتالي ما كانش ماجوتش رد له الجميل وما كانتش حياة بيب تغيرت يعني سلسلة كده ورا بعضها. أقول he wouldn't have met ما كانش قابل the convict or stolen سرق the food الطعام and the file from Joe's house وما كانش برضو ماجوتش هيرد له الجميل ويساعده ويغير حياته. Question number 5 بيقول
بيب will become your apprentice now. She said. السيدة هافيشام ادت جو يعني مبلغ كبير من المال وقالت له انه بيب هيبقى الابرنس يعني الصبي بتاعك او المتدرب. He is a good boy, ولد كويس. And this is his reward. وهذه مكافأته. The money is to pay for his apprenticeship. هذا المال دفع تكاليف تدريبه. What do you think the real purpose? كان إيه الغرض الحقيقي of Havisham's help was مساعدة السيدة Havisham لبيب؟ سؤال عميق جدا. لو جه في الامتحان يبقى وضع الامتحان ده برنس. الإجابة هنقول her real purpose, الغرض الحقيقي was that بيب would be a blacksmith. كانت عايزة بيب يبقى blacksmith عشان توسع الفجوة بينه وبين استيلا، عشان استيلا تقدر تكسر قلبه بسهولة. This would always make him, ده هيخليه دايما feel lower than استيلا، هتخليه يشعر ان هو lower than، ان هو اقل او ادنى من استيلا. And he wouldn't dare، لا يعني لن يجرؤ to ask to marry her، انه يطلب منها الزواج. او it would make it easier، ده هيجعل من الاسهل for استيلا to break his heart، انها تكسر قلبه. Question number 6. السؤال السادس هنا بيقول Bib is welcome to go and find his fortune. Money makes no difference to my feelings for him. What do these words reflect about Joe's character? لما سيد جاجرز يعني راح لجو وبيب وقال لهم انه في expectations يعني توقعات وامال عظيمة في انتظار بيب، عرض على جو ان هو ياخد فلوس مقابل ان هو تمام هيسيب له بيب تمام، عشان هو طبعا يعني قضى معاه وقت طويل ويعني علمه كتير. فجو رفض ان هو ياخد المال مقابل اي شيء، قال له لا يا عمي، بيب مرحب به ليذهب واجد ثروته وشوف حياته. المال لا يجعل اي فرق في مشاعري تجاهه، مش انا اللي اقبض ثمن ان انا افرط في صديقي، يفضل صديقي. ما رايك في الغرض الحقيقي من مساعدة هنا بيقول what do these words reflect about Joe's character؟ يعني الكلمات دي تعكس ايه عن شخصية جو؟ طبعا الاجابة هتبقى they reflect Joe's true love، يعني تعكس حب جو الحقيقي for Bib. That he only thought of how Bib could achieve his expectations in life. تعكس هذه الكلمات حب جو الحقيقي لبيب، حيث كان يفكر فقط في كيفية تحقيق توقعاته في الحياة. Question number 7 بيقول I had begun to feel more and more ashamed of Joe's poor education. بدأت أشعر بالخجل المتزايد من التعليم السيء لجو. ده مين ده؟ بيب اللي شاف نفسه. If you were بيب، لو أنت كنت مكان بيب، would you experience such feelings towards Joe؟ هل كنت ستشعر بمثل هذه أو تلك المشاعر تجاه جو؟ ولماذا؟ هقول هنا yes because لو مكانه طبعا، because now I am now a gentleman I must search for، لازم ابحث عن new friends، اصدقاء جدد of the upper class، ينتمون للطبقه العليا. Common people like Joe don't deserve to be part of my life. الناس البسطاء مثل جو لا يستحقون ان يكونوا جزء من حياتي. ده لو انت بتفكر بطريقه بيب. طب لو بتفكر بطريقه كويسه هقول نو no. Joe was my best friend. Joe كان أفضل صديق ليا. No one should ever change with his friends. يعني لا ينبغي على أحد أن يتغير مع أصدقاء. Question number 8 بيقول Do you agree that Miss Havisham's fiancé and brother affected the lives of Bib and Stella Y? Yeah, علاقة بعيدة شوية بس يعني موجودة. يعني هل تعتقد أنه خطيب السيدة هافيشام وأخوها أثروا على حياة بيب وستيلا؟ طبعاً. لما خطيب السيدة هافيشام وأخيها بلوتت أجينست هير تآمروا ضدها and stole وسرقوا most of her money معظم مالها and her fiancé خطيبها left her تركها on the wedding day في يوم الزفاف، ده ولد عندها إحساس بشوك صدمة، عمل عندها psychological disorder يعني اضطراب كده نفسي، وأصبح عندها عداء أو كره للرجال. So لذلك she decided قرارات to take revenge on من تنتقم من الرجال. طبعا ده أثر على إيه؟ إنه she used استخدمت استيلا as a tool كأداة. So لذلك استيلا's life حياة استيلا was not normal، لم تكن طبيعية. She was just a tool، كانت مجرد أداة لتحقيق يعني أغراض السيدة هافيشام في الانتقام
من الرجال، وده أثر برضو على بيب إنه ستيلا بروك كسرت بيب هارت قلب بيب. فأنا هقول هنا إنه يس أيوة طبعا كان ليهم تأثير هما اتنين. هقول هنا يس they hadn't tricked Miss Havisham. هقول if they hadn't tricked Miss Havisham لو ما كانوش خدعوا سيدة هافيشام she wouldn't have adopted ما كانتش تبنت ستيلا and wouldn't have tried ما كانتش تحاولت to break انها تكسر بيبز هارت قلب بيب. ودلوقتي عارفكم متعبتوا بس معلش خلاص هانت عشان نروح الامتحان ونرجع ان شاء الله كأن احنا كنا في مشوار بسيط تمام ومقفلين بإذن الله. يعني كل اللي بيتعب هيلاقي. هنا بيقول ريفيو 3 chapter 7 to 9 عندي مجموعة من الأسئلة تغطي من chapter 7 حتى chapter 9. question number 1 السؤال الأول بيقول I'll tell you what real love is. It's giving your heart to someone completely, just as I did. سأخبرك يا ولدي ما هو الحب الحقيقي. ده السيدة هافيشام بتدي بيب درس في الحب الحقيقي. بتقوله عارف يا ده انت ايه هو الحب الحقيقي؟ انك انت يا ولدي تخلع قلبك ده وتديه الحد تماما. ان شاء الله حتى يقطعوا حتت كده وتمام ويعملوا سندوتشات. زي ما انا عملت يا ولدي كده هو ده الحب الحقيقي. حب الحقيقي بيعيش يا حبيبي. طيب do you agree هل تتفق with Miss Havisham مع السيدة هافيشام opinion Havisham's opinion why ولماذا؟ طبعا لا لانه we shouldn't blindly trust anyone. لا يجب علينا ان نثق ثقة عمياء في اي احد. we should choose يجب ان نختار the people الناس who deserve اللي هم بيستحقوا our real love حبنا الحقيقي. لازم نختارهم accurately يعني بدقة مش من كل من هب ودب انا اديله قلب. هو انا قلبي لعبة؟ لعبة قلبي انا؟ no. one mustn't completely give their heart to the person they love. لا يجب على الشخص ان يعطي قلبه بالكامل للشخص الذي يحبه. and others can lead to disasters. يعني too much trust يعني الثقة الكثيرة أو blind trust يعني ممكن أقول الثقة العمياء in others في الآخرين sometimes أحيانا can lead to disasters تؤدي إلى كوارث. question number 2 السؤال الثاني بيقول what is your opinion about Bib's desire not to see Joe again. في رأيك ما رأيك في رغبة بيب في عدم رؤية جو مرة أخرى؟ في رأيك ما رأيك في رغبة بيب ما رأيك في رغبة بيب في عدم رؤية جو مرة أخرى؟ إنه بيب مش عاوز يشوف جو. بيب showed a lot of ingratitude to Joe. أظهر عدم عرفان بالجميل أو إنكار الجميل to Joe when he didn't want to see him عندما لم يرد أن يعني يقابله أو يراه because Joe لأنه Joe treated بيب عامل بيب like a son كابن and he was Bib's best friend وكان أفضل صديق لبيب. question number 3 السؤال الثالث بيقول do you agree هل تتفق that Stella was a victim of Miss Havisham's circumstances why. هل توافق على أن ستيلا كانت ضحية لظروف السيدة هافيشام ولماذا؟ استخدمتها كأداة عشان تنتقم من كل الرجال. ستيلا has been abused يعني أسيء في تربيتها by Miss Havisham's upbringing when she used her لما استخدمتها to break and تكسر men's hearts قلوب الرجال which made her cruel جعلتها قاسية cold باردة and motionless يعني بلا عواطف. question number 4 بيقول I have never forgotten what you did for me that day Bib. لم أنسى أبدا ما فعلته لي ذلك اليوم يا بيب. ده ماجوتش اللي بيتكلم مع بيب. do you think هل تعتقد انه بيب was right على حق to do ماجوتش that favor why. لم أنسى أبدا ما فعلته لي ذلك اليوم. هنا بيتكلم ماجوتش اللي هو الكونفكت يعني المدان اللي هو ماجوتش أو بروفيس عن الموقف اللي بيب ساعده فيه في المارشز في المستنقعات when he brought him لما أحضر له the file المبرد and the food الطعام. فبيقول له أنا لم أنسى لك هذا الموقف لم أنسى أبدا ما فعلته لي في ذلك اليوم. طب السؤال بقى بيقول هنا هل تعتقد أن بيب كان على حق بتقديم الخدمة أو المعروف لماجوتش ولماذا؟ ممكن أقول يس أو نو براحتك. ممكن أقول يس because Magwitch was in bad need كان في حاجة ماسة
وفود للطعام انا فايل مبرد تو فري هيم سيلف لكي يحرر نفسه. ممكن اقول نو بيب شود هاف تولد ذا بوليس. كان يجب على بيب ان يخبر الشرطه عن ماجويتش از هي ووز اسكيبد كونفكت لانه كان مدان او متهم هارب من العداله. كويشن نمبر 5 السؤال الخامس عندي بيقول واي دو ثينك ليه تعتقد انه بيب didn't understand how he felt about سيلا in most cases. سؤال مهم جدا. لماذا تعتقد ان بيب لم يفهم مشاعره تجاه سيلا في معظم الحالات او في معظم المواقف؟ الإجابة أقول he knew that Stella treated him badly and she didn't love him. يدته مع ذلك he couldn't stop loving her. هو لا يستطيع أن يتوقف عن حبه لها. Question number 6. You should know, replied Stella, because of what you made me. Do you think هل تعتقد أن Stella allowed Miss Havisham to form her like that? Why? يجب أن تعرف. أجابت ستيلا. ستيلا كده بتكلم مع مين؟ بتكلم مع السيدة هافشام. لما السيدة هافشام اتهمتها ببرود مشاعرها قالت لها لأنني أصبحت ما أنت صنعتني علي. هل تعتقد أن السيدة ستيلا سمحت للسيدة هافشام بأن تشكلها مثل ما تريد؟ ولماذا؟ الإجابة عندها أقول يس. ستيلا was happy with the money Miss Havisham spent on her. ستيلا كانت سعيدة بالمال الذي أنفقته السيدة هافشام عليها. So لذلك she didn't resist being a tool in Miss Havisham's hand. لذلك لم تقاوم أن تكون أداة في أيدي أو في يد السيدة هافشام. Question number 7. السؤال السابع بيقول if Stella had a cold heart she hid it well. إذا كانت ستيلا لديها قلب بارد فقد أخفته جيدا. Do you think هل تعتقد this was a merit or demerit؟ هل تعتقد أن ذلك كان عيبا أم فائدة لستيلا؟ Why ولماذا؟ It was a demerit. كان عيبا for Stella has cold heart because this prevented her منعها from treating and تعامل others normally بشكل طبيعي and this made others dislike her except for Bib. ودخل الناس تكرهها باستثناء مين؟ Bib. ممكن أقول برضو it was a merit. كانت ميزة. Having a heart of stone protects her from being deceived by men like Miss Havisham. ممكن أقول برضو قد كان ذلك فائدة فحمل قلب من حجر إنه قلبك يكون قاسي ده حماها من أن يتم خداعها من قبل رجال مثل السيدة هافشام. Question number 8. When I read this I feared for Provis. Said Bib. عندما قرأت هذا خشيت على Provis. مين اللي بيتكلم ده؟ بيب. Said Bib. Do you think هل تعتقد إنه بيب was right كان على حق to fear for Provis أن يخشى أو يخاف على Provis ورزو رغم أنه هنيو عارفة he was a criminal أنه كان مجرما؟ why ولماذا؟ الإجابة هنا تكون yes because he was the one who helped Bib to have a better life. نعم لأنه كان الشخص الذي ساعد Bib أن يحصل على حياة أفضل. After hearing Magwitch's life story بعد سماع قصة حياة Magwitch Bib felt that شعر أنه Magwitch was a victim ضحية rather than a criminal ضحية بدلا من مجرم. Question number 9 بيقول I was grateful to Provis because he had done so much for me but at the same time I also disliked his behavior. كلام جميل وكلام مهم جدا. بيقول كنت ممتنا لبروفيس يعني بيب ممتن لبروفيس او ماجوتش اللي هو الكونفكت المدان انه طبعا هو changed his life غير حياته هو اللي صرف عليه وانفق عليه وخلاه جنتلمان ولكن في نفس الوقت لم يعجبني سلوكه. قال بيب ماذا يعكس ذلك عن شخصية بيب؟ هنا بيقول what does this show about Bib's character؟ يعكس ايه ده عن شخصية بيب؟ it shows يظهر انه بيب was a kind and honest person يعني شخص طيب وصادق. he feared for Magwitch and helped him يعني خشية على وكان بيخاف على Magwitch وساعده out of pity من باب الشفقة and he felt شعر that he owed Magwitch a favor كان مدين لماجويتش يعني بمعروف. Question number 10 بيقول what do you think Miss Havisham might have done if Stella hadn't affected Bib so much؟ في رأيك ما فيما كانت ستفعله السيدة هافشام إذا لم تؤثر ستيلا على بيب؟ كانت ممكن تعمل إيه؟ السيدة هافشام لو ستيلا ما كانتش تقدر تسيطر أو تأثر على بيب ممكن أقول إنه she might have searched for other boys to make Stella break their hearts تبحث عن أولاد آخرين لتجعل ستيلا تكسر قلوبهم أو ممكن أقول she might have thought of adopting another girl كان ممكن تتبنى بنت تاري to help her تساعدها
took revenge, take revenge on men, تنتقم من الرجال. Question number 11. Do you think, هل تعتقد that it's natural for criminals to be grateful? Why? هل تعتقد أنه من الطبيعة أن يكون المجرمين ممتنين أو معترفين بالجميل؟ Why ولماذا؟ طبعا هم بشر برضو, في كل إنسان في الخير وفي الشر. هؤلاء some of them بعضهم had to become criminals because of the circumstances. بعضهم اضطروا أن يصبحوا مجرمين بسبب الظروف. Were brought up in لتربوا they were brought up in لتربوا عليها. They would prove that يثبتوا إذا يعني يمكن أن يثبتوا that they are good citizens, أنهم مواطنين جيدين, if they were given, لو تم إعطائهم the chance, الفرصة. Question number 12. السؤال رقم 12 بيقول later فيما بعد, when I was alone, عندما كنت بمفردي with Miss Havisham, I told her, أخبرتها that everyone must love Stella. في وقت لاحق عندما كنت وحيدا مع السيدة هافيشام, أخبرتها أن الجميع يجب أن يحبوا استيلا. طيب, do you think, هل تعتقد أن استيلا had the qualities, كان فيها الصفات أو الخصائص that could motivate, الصفات والخصائص اللي ممكن تشجع everyone, الجميع, to love her, يحبوها؟ Why? ولماذا؟ طبعا لا. أو yes, you know, أو yes, براحتك أقول no. Despite her beauty, رغم جمالها, she was cold, باردة and cruel, قاسية. She had a heart of stone, كان لديها قلب من حجر. ممكن أقول yes, نعم, because she was rich, غنية and beautiful, وجميلة. Question number 13, السؤال رقم 13, بيقول you should try to forget her. يعني يجب أن تحاول أن تنساها. Said Herbert, I knew that would be impossible. Do you think, do you agree, هل توافق that it was impossible, مستحيل for Bib to forget Stella? Why? طبعا في الكوتيشن ده هربرت بيحذر أو بينصح صديقه بيب, بيقول له يجب عليك أن تحاول أن تنساها, دي مش هتنفعك ولا هتخليك سعيد, ده بنت متغطرسة ومغرورة, والسيدة هافيشام مستخدمها كأداة لكي تنتقم من الرجال. بيب رد عليه قال له I knew, أنا عرفت ذلك, أنا عرفت that would be impossible, أن هذا مستحيل, يعني جربته ما عرفتش. طب هنا بيقول لك هل تتفق ان ذلك كان مستحيلا بالنسبه لبيب انه ينسى استيلا؟ واي ولماذا؟ الاجابه هنا اقول يس, بيكوز لانه هي واز ان ديب لاف وذ هير, لانه احبها حبا جما او حبا كثيرا. وصلنا لاخر جزء في اسئله جريت اكسبكتيشنز ومناقشتها, والجزء ده هيغطي التشابترز فروم 10 تو 12. نبدا بالسؤال الاول. السؤال الاول هو عندي بيقول why do you think, لماذا تعتقد انه درامل بوست التباهى about having dinner with Stella. في يعني لما كانوا قاعدين مع بعضيهم, فدرامل ده الولد اللي هو بنت درامل ده واحد من اللي كانوا عايشين مع بيب في لندن, تمام, من رفاق السكن معاه, يعني one of the roommates. فالولد ده كان متغطرس, هو عيل ستوبد كده, غبي اصلا وايفل شرير, فكان بيتباهى وبيتفاخر انه تناول عشاء مع استيلا عشان كان عايز يغيظ مين, بيب. طبعا هو عمل كده ليه؟ تو ميك بيب, عشان يخلي بيب في الجيليس يشعر بالغيره اوف هيم, از هي ماست هاف نون ذات بيب لافد هير, فقد كان يعلم ان بيب يحب استيلا. كويستشن نمبر 2, وده سؤال في غايه الاهميه, ممكن تلاقيه باصص لك كده ومتنح لك في الامتحان. بيقول لك do you think, هل تعتقد ان مس هافيشام, السيده هافيشام, مثلت ضللت بيب ولماذا؟ هل تعتقد ان السيده هافيشام ضللت بيب ولماذا؟ هي ضللته. هقول هنا yes, as she didn't tell him, لم تخبره that she wasn't his benefactor, لم تخبره بانها لم تكن راعيته الحقيقيه. طب ايه اللي خلاه هو يشك انه هي الراعيه الحقيقيه؟ انه sometimes, احيانا, she was كانت kind to him, كانت طيبه معاه. She gave, اعطت جو يعني a large amount of money, مبلغ او كميه كبيره من المال, to pay for, عشان يدفع كمقابل his apprenticeship, فتره تدريبه المهني. فده خلى بيب يضلل ويشك بيب انها المتبرع الحقيقي, ولكن لم تكن هي المتبرع الحقيقي. Question number 3 بيقول do you think, هل تعتقد انه بيب was happy, بيب كان سعيدا to know, ان يعرف who his real benefactor was. Why? هل تعتقد ان بيب كان سعيدا بمعرفه هويه رعيه الحقيقي ولماذا؟ طبعا ما كانش فرحان. No. He wished, تمنى that Miss Havisham was his real benefactor so that he could marry Stella. طبعا ده فقد اتمنى ان تكون السيدة هافيشام هي راعيته الحقيقية حتى يستطيع ان يتزوج استيلا. Question number 4 بيقول would you forgive Miss Havisham if you were in Bib's place? Why? لو انت كنت في مكان السيدة هافيشام هل كنت هتسامح؟ لو انت كنت في مكان, هل انت لو في مكان بيب كنت هتسامح
السيدة هبشة مع اللي عملته معاك وضللت وكسرت قلبك عن طريق استيلا. ممكن اقول يس او نو، فلو قلت يس اقول يس بيكوز شي هيلبد مي، ساعدتني الوت وين اي واز يونج. لو قلت نو هقول نو بيكوز شي ميد استيلا، جعلت استيلا بريك تكسر ماي هارت قلبي، ان شي ديسيفد مي خدعتني انتو بيليفينج، ان انا صدق انه شي واز ماي بينيفاكتور، انها راعيتي او المتبرع الحقيقي لي. كوشن نمبر 5 بيقول واز ات سربرايزنج ذات مس هافيشام فيل سوري فور بيب. هل كان من المفاجئ او من الغريب او من المدهش انه السيده هافيشام تشعر بالاسف تجاه بيب ولماذا؟ ممكن اقول يس ده ايوه كان من الغريب، بيكوز شي هاد بلانت خططت تو ميك ستيلا بريك هيز هارت، and she didn't think لم of telling him، لم تفكر في اخباره، that she wasn't his benefactor، انها لم تكن المتبرع لي. She never seemed to sympathize with Bib before، يعني لم تبدي اي تعاطف من بيب من لبيب او مع بيب من قبل. question number 6 بيقول do you think هل تعتقد that Miss Havisham adopted Stella because she wished she had a daughter one. هل تعتقد ان السيده هافيشام يعني تبنت استيلا لانها تمنت ان يكون لها ابنه، ولماذا؟ ولا كانت عايزه ابنه ولا زفت، كانت عايزه تستخدمها كاداه عشان تكسر بها قلوب الرجال. No she wanted ارادت to adopt her to train her لكي تدربها to break ان تكسر men's hearts to take revenge لكي تنتقم on them منهم. question number 7 بيقول do you think هل تعتقد that Bib should have been penalized for helping Magwitch why؟ هل تعتقد انه ينبغي كان يجب ان يعاقب بيب على مساعدته لماجويتش ولماذا؟ هقول يس از ماجويتش ووز اسكيبت كونفكت، لانه هو كان هاربا من العداله. كويشن نمبر 8 سؤال رقم 8 السؤال ده بيقول هنا دو يو اجري هل تتفق او هل توافق ذات مس هافيشام ان السيده هافيشام ديد هارم يعني سبب الضرر تو استيلا الى استيلا ولماذا؟ السؤال ده مهم جدا. هل تعتقد انه السيده هافيشام يعني اصابت استيلا بالضرر؟ الاجابه اقول هنا يس استيلا واز وان فيكتيم اوف مس هافيشامز، احد ضحايا السيده هافيشام. شي didn't bring her up، لم تربيها تو ليد لكي تعيش او تحيا نورمال لايف حياه طبيعيه. سو استيلا بكم اصبحت كولد بارده ان كرول قاسيه ويز نو ايموشنز وبلا عواطف. كويشن نمبر 9 السؤال التاسع والسؤال ده بيقول you can become a gentleman without me my boy، يمكنك ان تصبح رجلا يعني نبيلا من غيري يا ولدي. بروفيس سيد بروفيس بيقول كلام ده لمين؟ اللي هو ماجوتش بيقول كلام ده لبيب. ويكلي دو يو ثينك هل تعتقد انه بيب كود هاف بين جنتلمان وذاوت ذا كونفكتس هيلب واي؟ هل كان من الممكن ان يصبح بيب رجلا يعني مرموقا بدون مساعده ماجوتش؟ طبعا ممكن اقول يس هي كود بي ا جنتلمان ويز هارد ورك بالعمل الجاد اند ديترمينيشن والاصرار. وممكن اقول نو بيكوز ماني المال بلايد لعبه ان امبورتنت رول دور مهم ان شيبينج هيز كاركتر في تكوين شخصيته اند جيفينج هيم ذا تشانس واعطائه الفرصه تو ترافل يسافر تو لندن تو جيت لكي يحصل على ا جود اديوكيشن تعليم جيد. كويشن نمبر 10 السؤال رقم 10 بيقول اي نيو ذات عرفته اي نيو ذات اي ماست جو باك لابد ان اعود تو ذا بلاك سميثز ايفري سون تو ثانك هيم سيد بيب. عرفت حينها انه يجب علي ان اعود الى الحداد قريبا جدا لاشكره. سيد بيب دو ثينك هل تعتقد انه جو شودنت هاف هيلبد بيب بي اول هيز ديتس واي؟ يعني هل كان المفروض جو ما يدفعش ديون بيب؟ المفروض كان دفعها له عادي صديقه يعني. هقول هنا نو ديسبايت رغم انه بيبز باد تريتمنت معامله بيب السيئه تواردز جو تجاه جو ستيل لافد هيم كان لسه بيحبه اند تريتد هيم وعامله لايك اصلا كان بيعامله زي ابنه. جو فيلد ذات جو شعر it was his duty واجبه to help him يساعده in times of need في وقت الحاجة. question number 11 بيقول I have been hurt just as much as I hurt you babe. سيد ستيلا ستيلا بتقول لقد تألمت تماما مثلما ألمتك يعني زي ما جرحتك أنا برضو اتجرحت. do you think هل تعتقد أن ستيلا deserved استحقت to be hurt to sob like babe؟ طبعا شربت من نفس الكاس yes as she had insulted Bib severely before أو she treated Bib عملت Bib cruelly بقسوة أو badly بشكل سيء. question number 12 بيقول do you sympathize هل تتعاطف مع مولي's character مع شخصية مولي؟ مولي دي اللي هي أم استيلا كانت شغالة servant خادمة عند جاجرز. yes she had miserable marriage زواج بائس and she was deprived وحرمت of her daughter حرمت من بنتها اللي هي استيلا.
Question number 13 بيقول in your opinion في رأيك was Stella mistaken not to marry Bib؟ هل كانت ستيلا مخطئة عندما لم تتزوج بيب ولماذا؟ As he loved her أحبها so much كثيرا بيب would have done his best كان هيبذل قصارى جهده to please her لكي يسعدها if they had married لو كانوا تزوجوا. Question number 14 بيقول is there any similarity between Orlick and Provis why؟ هل هناك أي تشابه بين Orlick اللي هو الشرير وبين Provis ولماذا؟ هقول هنا no they were like chalk and cheese يعني مختلفين ده طباشير وده جبنه ده حاجه تعبير كده بيقولوه while Provis بينما Provis did his best بذل قصارى جهده to make a gentleman of Bib يعني بينما بذل Provis قصارى جهده ليجعل Bib رجلا يعني راقيا مرموقا نبيلا Orlick tried حاول Orlick to cause Bib as much trouble as he could حاول يعني يقرف Bib على قد ما يقدر. Question number 15 بيقول in your opinion في رأيك what was the greatest expectation that was achieved for Bib؟ في رأيك ما هي أعظم توقع تحقق لبيب؟ طبعا change his social status was the greatest expectation that was achieved for Bib. تغير وضعه الاجتماعي كان أعظم توقع تحقق لبيب. He finally became أصبح a manager in Mr. Clariker's businessman حيث أصبح أخيرا مدير في شركة السيد Clariker. ده الحاجة الحقيقية اللي تحققت له. Question number 16 بيقول if you were Bib لو انت مكان Bib what lesson it does what you learn تتعلمه in the end وده ده سؤال مهم جدا وانا مش مسؤول قلت لك اهو عشان ما تزيطش ممكن اجي لك في الامتحان لو انت مكان Bib ايه الدرس اللي كنت هتستفاده او ستتعلمه في النهايه once happiness سعادة الفرد and well-being ان سعادة الفرد ورفاهيته are not deeply connected to one social position ان سعادة الانسان ورفاهيته ليست مرتبطة بشكل عميق بوضعه الاجتماعي. هنشوف جزء تاني من الأسئلة وده بيغطي من chapters 7 حتى 12. تعال نشوف الأسئلة كده مع بعضينا كده وفوق كده. Question number 1 بيقول what please don't say that she's the Stella you know Miss Havisham said. ماذا؟ رجاء لا تقل أنها ستيلا التي عرفتها. قالت الآنسة هافشام. هافشام بتقول لبيب خلي بالك دي مش ستيلا اللي انت تعرفها. لا دي الليدي ليدي ستيلا. طيب why do you think ليه تعتقد انه مس هافشام wanted كانت عايزة draw تجذب بيبز attention اهتمام بيب to the fact الحقيقة ذات ستيلا انه ستيلا had changed تغيرت. She hoped تمنت ذات the change التغيير in Stella's appearance ان التغير ده في مظهر ستيلا and beauty وجمالها would make Bib هيجعل Bib fall in love with her يعني يقع في حبها ما هو وقع واللي كان يا حجة. Question number 2 بيقول the ones you had in the village wouldn't be good enough now what they said Stella. Stella بتقول Bib فكك يا Bib من أصدقائك المعفنين اللي في القرية الفقراء دول هم جرابيع يعني ما عادوش ينفعوا لك انت بقيت جنتلمان فاختار أصدقاء بقى جداد وكده. Do you agree هل تتفق with Stella's opinion مع رأي Stella that Bib should have no friends انه المفروض Bib يكون عنده أصدقاء جدد instead of بدلا من the ones in the village في القرية why ولماذا؟ طبعا ممكن أقول yes أو no براحتك ممكن أقول yes as long as طالما Bib has become أصبح a gentleman he should befriend people of upper class not the commons in his village. نعم ممكن أقول نعم طالما بيب أصبح رجلا أنيقا ومرموقا فلا ينبغي أن يكون صديقا لأشخاص الطبقة العامة في قريته. ممكن أقول نو whether one has become rich or poor سواء الشخص غني أو فقير he or she mustn't forget لا يجب على الشخص أنه ينسى his or her true friends لا يجب أن ننسى الأصدقاء الحقيقيين. Question number 3 بيقول at that moment وفي تلك اللحظة I began بدأت to feel sorry for Provis but I was horrified by him why two هنا بيقول في تلك اللحظة بدأت أشعر بالأسف لبروفيس ولكني كنت مرعوبا منه أيضا. السؤال بقى بيقول إيه do you agree هل تتفق that Bib should have given up كان يجب على Bib أن يتوقف عن مساعدة بروفيس to avoid كي يتجنب إنه being horrified إنه هو يخاف why ولماذا؟ ممكن أقول yes Provis was an escaped convict كان واحد هارب من السجن يعني سوابق. Bib should have reported him to the police كان يجب على Bib أن يبلغ عنه الشرطة. ممكن أقول no
Provis was Bibb's benefactor, كان المتبرع لي. He showed feeling gratitude, كان يجب أن يظهر العرفان بالجميل for the person, الشخص who had helped him, اللي ساعده become يصبح a gentleman, اللي هو Provis طبعا. Question number four بيقول love her, love her, love her. أحبها 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 أحبهوش حبوش حبوش أي حبوش أي حبيه حبوش أي. السيدة هافشام بتردد الكلام ده على بيب وتقول لها وتقول له love her love her love her love her مخك مخك. Why Miss Havisham replied if she's cruel, لو هي قاسية leave her, لو هي معفنة leave her, لو هي منتنة leave her حبها. She breaks your heart, love her, كسرت قلبك حبها. I made her what she is to be loved, أحبها أحبها أحبها. رددت الأنسة هافشام إذا كانت قاسية فأحبها, إذا كسرت قلبك فأحبها. أنا جعلتها ما هي علي لتحب. الله يقطع بوزك. طيب السؤال هنا بيقول إيه؟ Do you think, هل تعتقد أن these words, هذه الكلمات reflecting, عكست Miss Havisham's attitude towards Bibb? Why? هل هذه الكلمات يعني تعتقد, هل هذه الكلمات تعكس موقف الأنسة هافشام تجاه بيب ولماذا؟ أقول هنا yes, she wanted Bibb to be in love with Stella so that she could break his heart. أرادت أن يكون بيب مغرما بستيلا حتى يمكنها كسر قلبه. Question number 5 بيقول she will make you unhappy, ستشقيك ستتأسك هتخليك مش سعيد. He replied you should try to forget her, يجب أن تحاول نسيانها. ده هربرت بيقول الكلام ده, هربرت بيقول الكلام ده لبيب. طب do you think, هل تعتقد أن هربرت wanted, أراد to give بيب, يعطي بيب a sincere piece of advice, يقدم نصيحة صادقة لبيب. Why? طبعا أيوة هقول yes as هربرت knew, عارفة, لأنه هربرت طبعا كان عارف, هربرت knew, عارف أنه Stella was cruel and she had no feelings, ما عندهاش مشاعر. So it would be useless, ليس من الفائدة for Bibb to think, انه يفكر of marrying her, ان هو يتزوجها. Question number 6 بيقول should Havisham have forgotten what her fiance had done and started new life? Why? هل كان يجب على السيدة هافشام ان تنسى ما فعله خطيبها وتبدأ حياة جديدة ولماذا؟ ايوه طبعا هقول yes. Despite, على الرغم من the bad experience, التجربة السيئة she went through, اللي مرت بها, she should have overcome, كان يجب عليها أن تتغلب, to it, عليها تريد لكي تحيا أو تعيش a normal life, حياة عادية, married, تتزوج and have children, وتنجب أطفال. Question number 7, السؤال السابع بيقول am your second father, Bibb, you mean more to me than any son, than any son. أنا أبوك الثاني يا بيب, ده ماجوتش بروفيس اللي بيقول كده المتبرع بتاعه, انت اهم بالنسبه لي من اي ابن. Do you think, هل تعتقد that Magwitch deserved, استحق to be second father to Bibb? هقول هنا yes, he did everything, فعل كل شيء he could to please Bibb, لكي يسعد Bibb. He provided him, يعني مده او زوده with the money, المال Bibb needed to achieve his dreams and endangered, وعرض his life, حياته and safety, وامنه للخطر. When he returned, طبعا عرض حياته للخطر امتى؟ when he returned, عندما عاد from Australia, عندما عاد من استراليا, كان عاد طبعا عشان يشوف بيب وهو جنتلمان, from Australia to London to see Bibb, لكي يرى بيب. Question number 8, سؤال رقم 8 بيقول has Stella changed much, Bibb? Asked Miss Havisham, هل تغيرت Stella كثيرا يا بيب؟ سألت السيدة أو الأنسة Havisham. Why do you think, لماذا تعتقد انه مس هافشام اسكت بيب ذات كويشن, لماذا تعتقد ان السيده هافشام سالت بيب هذا السؤال وقالت له كده؟ اقول she wanted, ارادت to draw Bibb's attention, تلفت اهتمام بيب او تلفت انتباهه to Stella, that Stella has become, اصبحت more beautiful, to fall in love with her, لكي يقع في حبها, in order to break his heart, break his heart, لكي تكسر قلبه. Question number 9 بيقول are you surprised, هل انت مندهش to know, انك انت تعرف that Magwitch was Bibb's benefactor. Why, هل تفاجأت لمعرفة ان Magwitch كان يعني اللي هو الشخص المتبرع لبيب ولماذا؟ هقول yes, I didn't expect that convict, لم اتوقع ان يكون المجرم
يعني would be that wealthy ان يكون كريم لهذا الحد او يكون غني لهذا الحد. Question number 10 السؤال رقم 10 بيقول which character do you sympathize with most in great expectations why؟ سؤال مهم جدا ممكن الان تنحلك كده في الامتحان. اي شخصيه تعاطفت معاها يعني تعاطفت معها اكثر في الروايه بتاعتنا؟ ممكن اقول هنا I sympathize with Miss Havisham because both her fiancé خطيبها and brother اخوها had plotted تأمره to deceive her and take her money. This was too much to bear. Question number 11 بيقول in your opinion في رأيك which life أي حياة حياة مين was better كانت أفضل؟ His life حياة يعني which life was better for Bim؟ أي حياة كانت أفضل بالنسبة لبيب؟ His life حياته at the blacksmith يعني فرشة الحداد or the wealthy one in London أو الحياة السرية في لندن with the convict's money بفلوس الراجل النصاب ده أو فلوس الحرامي أو فلوس السجين. Bim's life حياته at the blacksmith was better أفضل for him because he would be much happier كان أكثر سعادة living هو عايش with the people مع الناس who truly loved him الناس اللي حبوه بشكل حقيقي. Question number 12 بيقول do you think هل تعتقد انه بيب would have been happier؟ هل بيب كان هيبقى اكثر سعاده؟ If Miss Havisham لو السيده Havisham have been لو كانت هي his benefactor why؟ كان هيبقى اسعد لانه ده معناه انه هو هيتزوج استيلا وممكن اقول لا لانه هتتعصب يعني براحتك. ممكن اقول no whether she was his real benefactor or not سواء هي المتبرع الحقيقه او لا بيب wasn't married ما كانش هيتزوج السلا because she didn't love him ما كانتش بتحبه and even if حتى ولو he had married her تزوجها she wouldn't have made him ما كانتش هتخليه هابي سعيد. Question number 13 بيقول in your opinion في رايك what is the most important lesson to learn الدرس اللي اتعلمته من great expectations one's happiness أن سعادة الفرد and well-being are not deeply connected أن المال والمراكز الاجتماعية لا يعنيان بالضرورة السعادة. ننتقل لجزئية أخرى من الأسئلة المهمة جدا يلا معايا خلاص أنا وأنا نخلص كده القصة. السؤال الأول بيقول if you were Stella لو أنت كنت مكان Stella would you warn Bib هل كنت هتحذر Bib of Miss Havisham's plan why إذا كنت مكان استيلا هل ستحذر بيب من خطة الأنسة هافشام ولماذا؟ هقول ممكن أقول yes أو no yes because it's wrong من الخطأ to break and نكسر anyone's heart نعم لأنه من الخطأ كسر قلب أي شخص. ممكن أقول no because I have a heart of stone لأنه عندي قلب من حجر قلب يعني صلب متحجر with no emotions بدون عواطف. question number 2 السؤال الثاني بيقول what is the best character مين افضل شخصيه in great expectations in your opinion في رايك واي ولماذا؟ السؤال ده الان طنح لك في الامتحان كده بصص لك كده السؤال ده سؤال فجر هيجيلك في الامتحان. طيب من هو افضل شخصيه في توقعات عظيمه برايك ولماذا؟ انا مثلا على سبيل المثال يعني انت ممكن تختار اي شخصيه براحتك بس ما تهبدش. انا مثلا بقول ايه؟ I think انا اعتقد انا عن نفسي ممكن تعتقد انت براحتك بس انا بعتقد انه جو is the best character افضل شخصيه in great expectations because he's kind and طيب and forgiving ومتسامح. ذو رغم انه بيب is his wife is Mrs. Joe younger brother رغم انه بيب ده يعني اخو زوجته الصغير he treats بيب يعامل بيب like a son كابن. He guides him يقوده ويرشده through his childhood years خلال سنوات طفولته. He's also بيب's trusted friend يعني هو صديق بيب الموثوق به sticking by him in times of trouble كان جنبه دايما او supported him دعمه in times of trouble في وقت المشاكل and never being critical of the way Bib behaves طبعا دايما كان جنبه وما كانش ايه بيتخلى عنه ابدا. question number 3 بيقول mention two lessons you learn from great expectations اذكر اثنين من الدروس التي تتعلمها من توقعات عظيمه وده سؤال مهم جدا. ممكن اقول money المال doesn't mean happiness المال لا يعني السعادة دي واحدة. واحدة تانية درس أنا أقول revenge doesn't bring peace وأن الانتقام لا يجلب السلام. question number 4 بيقول do you think هل تعتقد Bib would have loved Stella if he had realized Miss Havisham's intention هل تعتقد أن Bib كان سيحب Stella إذا كان قد أدرك نية الأنسة هافيشام أنها تستخدمها عشان تكسر قلبه واي ولماذا؟ أقول yes he would كان يحبها because of her second non beauty
سكت نان بيوتي بسبب يعني جمالها الملوش اثنين، يعني جمالها يعني كبير يعني. Do you believe السؤال رقم خمسة، Do you believe هل تعتقد that all people كل الناس who had a difficult childhood اللي عندهم طفولة صعبة could become criminals يصبح مجرمين؟ واي ولماذا؟ مش كل الواحد طفولته صعبة يبقى مجرم. هقول no. Some of them بعضهم strive يعني يحاربون أو يقاتلون to prove you يثبتوا they are useful members in society، أفراد نافعين في المجتمع. Poverty الفقر shouldn't be an excuse for becoming criminal، لا ينبغي أن يكون الفقر عذرا لأن يصبح الشخص مجرما. Question number 6 بيقول I want you to bring me that file early morning tomorrow and some food too. Then I'll let you live. ده ماجويتش اللي هو الكونفكت في بداية القصة بيتكلم مع بيب، بيقول له أريدك أن تحضر لي ذلك الملف صباح الغد وبعض الطعام أيضا، ثم سأتركك تعيش. بعد كده بيسألني السؤال بيقول Do you think هل تعتقد بيب was right، كان بيب على حق to bring أن يجلب the convict those things why؟ هل تعتقد أن بيب كان على حق في إحضار تلك الأشياء للسجين ولماذا؟ الإجابة طبعا هنا أقول yes، أيوة، because the convict المتهم was in bad need، كان في حاجة of Bib's help لمساعدة بيب. بيب helped him ساعده because he was afraid to، لأنه هو برضو كان خايف منه عشان كده ساعده. أو ممكن برضو جاوب إجابة تانية أقول no، he should have told his sister، كان يجب عليه أن يخبر أخته and Joe what had happened بشأن ما حدث. question number 7 بيقول I returned home عدت البيت hurt and ashamed of my simple life، عدت إلى المنزل يعني مجروح ومخزي، يعني أشعر بالخزي أو العار من حياتي البسيطة. said Bib if you were Bib، لو أنت كنت مكان Bib would you be ashamed، هل كنت تبقى خجلان of your simple life من حياتك البسيطة with the blacksmith من الحداد؟ ولماذا؟ أقول ممكن أقول yes because Stella had insulted me، لأن Stella شتمتني and treated me badly وعملتني بطريقة سيئة. ممكن أقول no لأنه no one should ever feel ashamed of his poverty، لا ينبغي لأي شخص أن يشعر بالخجل من فقره. question number 8 بيقول should Bib have understood what Miss Havisham wanted to do concerning his relationship with Stella why؟ هل كان يجب على Bib أن يفهم ما كانت تريد الأنسة هافيشم بشأن علاقته مع ستيلا ولماذا؟ هقول no because he was too young، كان صغير جدا to realize أن يدرك that he had been tricked، أنه تم خداعه. question number 9 بيقول what do you think Miss Havisham could have done to overcome her bad experience with her fiancé؟ تعتقد أن السيدة هافيشم كانت ممكن تعمل إيه عشان تتغلب على التجربة السيئة مع خطيبها؟ ممكن أقول she could have lived normally looking forward to having a husband and children، كان من الممكن أن تعيش بشكل طبيعي تتطلع إلى الزواج والأطفال. question number 10 سؤال رقم 10 بيقول if you were Bib، لو أنت كنت مكان Bib would you forgive، هل كنت هتسامح مس هافيشم السيدة هافيشم؟ سؤال مهم جدا ممكن يجي في امتحان. ممكن أقول yes because لأنه she was so kind، كانت طيبة to me when I was young، عندما كنت صغيرا. She had paid for his apprenticeship، دفعت يعني ثمن تعليمه وتدريبه المهني عند جو. وبكده طلاب الأعزاء نكون يعني خلصنا كل شيء فيما يتعلق بقصة Great Expectations. الكلام ده مش يطلع برا الامتحان وتروح الامتحان وتشوف الكلام ده، إن شاء الله الموضوع هيبقى بسيط جدا وأبسط بكثير مما تتوقع. في المحاضرات القادمة إن شاء الله هنحل امتحانات شاملة على المنهج بالكامل، موفقين بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.